نساء حول الرسول القدوة الحسنة والأسوة الطيبة لنساء الأسرة المسلمة. تأليف محمد إبراهيم سليم. الناشر مكتبة ابن سينا بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم نبو الملاح. المرأة العربية في ميزان النبوة. خير نساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده. حديث شريف أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وصلاة وسلاما على من علمنا أن النساء شقائق الرجال، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات، وأن من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هامش. النساء شقائق الرجال، أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في سننه. كتاب الطهارة، باب الرجل يجد شيئا في منامه. الجنة تحت أقدام الأمهات، أخرجه النسائي بلفظ فالزمها فإن الجنة عند رجلها. حسن الأسوة. والحديث الثالث أخرجه الشيخان والترمذي. حسن الأسوة. انتهى الهامش. وبعد، فلقد كرم الإسلام المرأة وليدة وفتاة، زوجة وأمة، أختا وبنتا. ولقد ذكر القرآن الكريم عددا من النساء كان لهن دور بارز في تاريخ البشرية، مثل حواء وأم موسى وأخته وزوجة فرعون وملكة سبأ ومريم ابنة عمران، كما حفلت آيات القرآن بإجابة عن أسئلة النساء أو حل لمشاكلهن كما في سورة المجادلة. وقد نزلت آيات من القرآن في عدد من النساء كما نزلت آيات أخرى في عدد من الرجال، إلى جانب إفراده سورتين للنساء هما سورة النساء وسورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى. وقد تحدث القرآن عن المؤمنات اللاتي جئن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعات أو مهاجرات كما في سورة الممتحنة. ما ذاك إلا لأن المرأة نصف الأمة، بل هي بمنزلة القلب منها، فإذا صلحت صلحت الأمة وإذا فسدت فسدت الأمة. وقد أدرك هذا أعداء الإسلام الذين يتربصون به، وكشفت الأيام عن نواياهم. تقول المبشرة أن ميليجان: ليس هناك طريق لهدم الإسلام أقصر مسافة من تعليم بنات المسلمين في مدارس التبشير الخاصة. إن القضاء على الإسلام يبدأ من هذه المدارس التي أنشئت خصيصا لهذه الغاية، والتي تستهدف صياغة المرأة المسلمة على النمط الغربي الذي تختفي فيه كلمة الحرام والحياء والفضيلة. ثم تقول: ليس هناك طريق لهدم الإسلام أقصر مسافة من خروج المرأة المسلمة سافرة متبرجة. هامش. ملحق مجلة الأزهر، جماد الآخرة لعام 1405. الدكتور عبد الودود شلبي. انتهى الهامش. وإذا كنا بصدد إعادة صياغة العقل المسلم، فإن المرأة المسلمة مدعوة في هذا العصر إلى مشاركة الرجل
بل إلى سبقه أيضا في العودة إلى الإسلام والتمسك به بقوة عقيدة وعبادة وسلوكا، حتى يتسنى لنا من جديد إعادة بناء البيت الإسلامي على دعائم قوية ينشأ في ظلالها الأبطال والمجاهدون في سبيل إعلاء كلمة الله كما رأينا في صدر الإسلام. وإن خير ما يساعدنا على بلوغ الهدف القدوة الحسنة والأسوة الطيبة، فلا صلاح لهذا المجتمع إلا بما صلح به أوله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، سورة الأنعام. فإلى الذين ينشدون مجتمعا مثاليا مترابط الأواصر قائما على الحب والتراحم والإيثار ورعاية الكرامة الشخصية لكل فرد مع الاستمساك بأهداب العفة والحياء والوقار، إليهم أقدم هذه النماذج وتلك الأمثلة العليا للمرأة في صدر الإسلام. وإن شئت فقل لنساء كن حول الرسول صلى الله عليه وسلم في كل معاركه، فما زالت سيرة الصحابيات منارة لمن أردنا الله ورسوله والدار الآخرة، إنها نماذج عليا أحسن اختيارها وأعيد تنسيقها وركز على مواطن القدوة منها، فبهداهم اقتدى. هذا وقد أتحت للمرأة المسلمة أن تعايش 9 نماذج للقدوة في مجالات متعددة وفي شتى الميادين، في السلم والحرب، في البعد والقرب، وتحت كل نموذج من هذه النماذج 6 أمثلة تبرز جوانب القدوة في المرأة المسلمة في عصرها الأول، مؤيدة للدعوة وحاملة للراية ومدافعة عن الحق وواقفة كالطود من حول الرسول صلى الله عليه وسلم، تؤيده وتناصره، تبايعه وتتابع خطاه، وتذود عنه وتهاجر في سبيل الله. إن المرأة المسلمة اليوم تقع تحت ضغوط تكاد تبعدها عن منابع الإسلام الأولى وتحول بينها وبين تفهم رسالته، ألا ما أشد حاجتها إلى وعي جديد بدينها وتعرف على قيمه ومبادئه التي انتصر بها وساد العالم. لقد قرر الإسلام للمرأة حقوقا لم تكن تعرفها من قبل، فرد لها حقها المسلوب في الحياة وجعل لها حقا مشروعا في الميراث، وحقق لها الاستقلال الاقتصادي فيما تملك، وجعل للزواج أحكاما، ووضع للطلاق وتعدد الزوجات شروطا وقيودا، وقرر للزوجين من الحقوق والواجبات ما تستقيم به الحياة الزوجية وتقوى بها الروابط والعلاقات الأسرية، وأعطى الإسلام المرأة الحق في طلب العلم وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة، وجعلها شريكة للرجل في ميدان القتال، وأوجب عليها الخروج للدفاع عن الوطن بغير إذن من زوجها إذا هجم العدو واعتدى على حرمة البلاد. واحترم الإسلام رأي المرأة واستمع إليه وقرره مبدأ يسير عليه التشريع العام. ولما كانت المرأة قد حصلت على كثير من الحقوق فقد حملها الإسلام من المسؤوليات ما يتناسب مع ما حصلت عليه من حقوق، فجعلها مسؤولة عن نفسها وعن عبادتها وعن أسرتها، فهي في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، ومن هنا راحت تشارك في صنع الحياة وتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل كما نرى في هذه النماذج التي وقع الاختيار عليها من كتب المغازي والسير لتمثل شتى جوانب القدوة. إنهم اليوم يشوهون صورة المرأة المسلمة ليطعنوا الإسلام من خلالها،
وما أكثر أعداء الإسلام الذين يتربصون به الدوائر. وكم أرجو أن يقود هذا الكتاب خطانا على طريق الإيمان، وأن يبدد الضباب الكثيف الذي حال دون الرؤية السليمة، وأن يضع الأقدام على ضرب الإيمان، فمن سار على الضرب وصل. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. محمد إبراهيم سليم، القاهرة، في 18 من ذي الحجة لعام 1410، الموافق للعاشر من يوليو لعام 1990 ميلادية. نماذج القدوة الحسنة والأسوة الطيبة. 1. أحناه على ولد 6 نماذج. 2. أرعاه على زوج 6 نماذج. 3. بنات مثاليات 6 نماذج. 4. أخوات مسلمات 6 نماذج. مبايعات صادقات 6 نماذج. مهاجرات مضحيات 6 نماذج. مجاهدات فدائيات 6 نماذج. مداويات آسيات 6 نماذج. راويات للحديث عالمات 6 نماذج. المجموع 54 نموذجا. أولا، المرأة المسلمة أما وحاضنة ومرضعة. أم هانئ لبابة بنت الحارث الهلالية، أروى بنت عبد المطلب، أم أيمن بركة بنت محصن، حليمة السعدية، الشيماء بنت الحارث السعدية. أحناه على ولد. أمومة مثالية. تتجلى أمومة المرأة المسلمة في أنبل الصور وشتى المواقف. إنها فيض غامر من الأمومة تسبغها على الجميع، فإذا هي الحب كله والعطف كله، وإذا هي حنان وإيثار، وإذا هي بذل وتضحية، وإذا هي صبر وفداء. وكما تتجلى أمومتها في السلم، تتجلى في ميدان الحرب والقتال، فإذا هي أم المجاهدين، وإذا هي ترعاهم وتسهر عليهم كما تسهر على بنيها. وتعبر إحداهن عن الأمومة بقولها في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد، تقول: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء. هذه هي الأمومة الحقة، وإليك نماذج للأمهات الفضليات والحاضنات الشفيقات والمرضعات الحاليات. 1. أم هانئ فاختة بنت أبي طالب ابن عبد المطلب. إن سألت عنها فهي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمها فاطمة بنت أسد ابن هاشم، وهي إحدى ذوات الرأي والأدب الجم من قريش. خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكان أبوها قد وعد بها هبيرة بن أبي وهب فظفر بها. وفي مستهل الإسلام أسلمت أم هانئ، ولم يسلم زوجها، ففرق بينهما بحكم الإسلام، وراحت تقوم على رعاية أبنائها الأربعة الصغار. وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية فقالت: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من سمعي ومن بصري، وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق زوجي.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على بعل في ذات يده. هامش ذكره ابن الأثير في النهاية نقلا عن الهروي، وعلق عليه بقوله: ووحد الضمير وأمثاله ذهابا إلى المعنى تقديره أحنى من وجد أو خلق، أو من هناك، ومثله قوله: أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، وهو كثير في العربية ومن أفصح الكلام. انتهى الهامش. وكان لأم هانئ شخصيتها القوية، فلقد كانت المرأة العربية في عهد الإسلام كما كانت في الجاهلية تجير الخائف وتؤمن المروع، فقد أجارت أم هانئ بنت أبي طالب رجلين من أحمائها كتب عليهما القتل، وها هي ذي تحدثنا عن ذلك. قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم، فدخل علي علي بن أبي طالب أخي فقال: والله لأقتلنهما. فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا وأهلا يا أم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وأمننا من أمنت، فلا يقتلهما. هامش سيرة ابن هشام الجزء الثاني، والبخاري الجزء الثامن. انتهى الهامش. وقد روى أصحاب الصحاح الستة جميعا عن أم هانئ، وعاشت حتى جاوزت عهد أخيها علي رضي الله عنه. أرأيت أيتها المسلمة كيف رفع الإسلام مكانة المرأة وأعلى منزلتها، وحررها من القيود والعادات التي كانت شائعة في الجاهلية، وقرر لها حقوقا لم تكن تعرفها من قبل. ومما يدل على منزلة المرأة في الإسلام وإكرامها والمحافظة على شعورها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على عهدها ووفى بما وعدت به بهذا القول الحكيم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. عنوان: عود على بدء. وهل هناك ما هو أدل على احترام رأي المرأة من حديث أم هانئ بنت أبي طالب وقد خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من سمعي ومن بصري، وإني امرأة مؤتمة وبني صغار وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق زوجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على بعل في ذات يده، ولو علمت أن مريم ابنة عمران ركبت الإبل ما فضلت عليها أحدا. هامش كتاب الطبقات الكبرى الجزء السابع، والإصابة الجزء الثامن. انتهى الهامش. تلك امرأة أدت صفحة العذر عن بلوغ أقدس منزلة تبلغها المرأة المسلمة، وهي منزلة أمومة المؤمنين، فأكبر الرسول صلى الله عليه وسلم رأيها إكبارا، فقلد قريشا بأسرها تلك الشهادة العالية الكريمة. وهل هناك أحنى على ولد من تلك التي ضحت بأن تكون أما للمؤمنين من أجل رعاية أولادها؟ إنني أهدي قصتها إلى كل أم تضحي من أجل أولادها. 2-
لبابة بنت الحارث بنت حزن الهلالية أم عبد الله بن عباس. تشير كتب التراجم إلى أن هناك لبابتين كلتيهما تحمل هذا الاسم كاملا، ومن عجب أنهما أختان كبرى وصغرى. أما الكبرى فقد قدمت لنا عبد الله بن مسعود حبر الأمة، وأما الصغرى فهي أم خالد بن الوليد سيف الله المسلول وتلقب العصماء، وفي إسلامها وصحبتها نظر كما قال أبو عمر في الاستيعاب وأقره ابن كثير. إن لبابة الكبرى مشهورة بكنيتها ومعروفة باسمها، فهي أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، والدة أولاده الفضل وعبد الله وغيرهما، من فواضل نساء عصرها قديمة الإسلام. فكان ابنها عبد الله يقول: كنت وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. أخرجه البخاري. هامش يشير إلى قول الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، سورة النساء، أي من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار. انتهى الهامش. أسلمت بمكة بعد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان لها منزلة بين نساء المسلمين، وكان يقال لوالدة أم الفضل أكرم الناس أصهارا، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس تزوج أختها شقيقتها لبابة، وحمزة تزوج أختها سلمى، وجعفر بن أبي طالب تزوج شقيقتها أسماء، ثم تزوجها بعده أبو بكر الصديق، ثم تزوجها بعده علي. قال أبو عمر في الاستيعاب: كانت من المنجبات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، وكانت أم الفضل من علية القوم. هامش: فهي أم أولاد العباس الستة النجباء. انتهى الهامش. وفي الصحيح أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن فشرب وهو بالموقف، فعرفوا أنه لم يكن صائما. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 حديثا، أخرج لها منها في الصحيحين 3 أحاديث، أحدهما متفق عليه، والثاني للبخاري، والثالث لمسلم. وروى عنها ابنها عبد الله بن عباس. ومما يذكر أنها كانت تأمل في بدء حياتها أن يصبح ابنها شيئا مذكورا، فقد كانت ترقصه وهي تقول: ثكلت نفسي وثكلت بكري إن لم يسد فهرا وغير فهري. وقد ساد الجميع بعلمه، فقد أصبح حبر الأمة وعالمها. أرأيت كيف كانت حانية على ولدها؟ لقد توفيت قبل زوجها العباس بن عبد المطلب في خلافة عثمان بن عفان. 3. أروى بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت صفية. أسلمت أروى بنت عبد المطلب بمكة وهاجرت إلى المدينة، وكانت قبل إسلامها تعضد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أن ابنها كليبا ابن عمير أسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، ثم خرج فدخل على أمه أروى بنت عبد المطلب فقال: تبعت محمدا وأسلمت لله. فقالت له أمه: إن أحق من وازرت وعضدت ابن خالك، والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال
لتبعناه ودافعنا عنه. فقال كليب: فما يمنعك يا أمي من أن تسلمي وتتبعيه فقد أسلم أخوك حمزة؟ فقالت: أنظر ما يصنع إخواتي ثم أكون إحداهن. فقال كليب: فإني أسألك بالله، إلا أتيته فسلمت عليه وصدقتيه وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم كانت تعضد النبي صلى الله عليه وسلم بلسانها وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره. وعرض أبو جهل وعدة من كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم فآذوه، فعمد كليب بن عمير إلى أبي جهل فضربه ضربة شجه، فأخذوه وأوثقوه، فقام دونه أبو لهب حتى خلاه. فقيل لأروى: ألا ترين ابنك كليبا قد صير نفسه غرضا دون محمد؟ فقالت: خير أيامه يوم يدفع عن ابن خاله وقد جاء بالحق من عند الله. فقالوا: ولقد تبعت محمدا؟ فقالت: نعم. فخرج بعضهم إلى أبي لهب فأخبره، فأقبل حتى دخل عليها فقال: عجبا لك ولاتباعك محمدا وتركك دين عبد المطلب. فقالت: قد كان ذلك، فقم دون ابن أخيك واعضده وامنعه، فإن يظهر أمره فأنت بالخيار أن تدخل معه أو تكون على دينك، فإن يصب كنت قد أعذرت في ابن أخيك. فقال أبو لهب: ولنا طاقة بالعرب قاطبة، جاء بدين محدث. ثم انصرف. وقالت أروى: إن كليبا نصر ابن خاله واساه في ذي ذمة وماله. إن كليبا نصر ابن خاله واساه في ذي ذمة وماله. أرأيت كيف وقفت دون رأي ابنها تشجعه وتؤازره؟ وقد ورثت أروى أباها عبد المطلب فقالت: بكت عيني وحق لها البكاء على سمح سجيته الحياء. وقالت ترثي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا. وتوفيت نحو سنة 15 للهجرة. 4. أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يجد اليتيم في غير أمه من تعوضه بحنانها ورعايتها عن حنان أمه، كما فعلت أم أيمن. وإليك قصتها من البداية إلى النهاية. لقد كان أهل مكة يعيشون أفراح النصر على أصحاب الفيل، بينما كانت آمنة بنت وهب تؤثر العزلة وترغب في الخلوة إلى نفسها. كانت تريد أن تسعد بهذا الجنين الذي تحسه في أحشائها، ولكنها لا تلبث أن تذكر زوجها وأنه قد حرم السعادة بهذه النعمة. لكن النور الذي رأته ملأ جوانحها بالإشراق والصفاء والسعادة وأنساها ما ألم بها. وعطف الله على هذا اليتيم قلوبا ملئت حبا وفاضت حنانا ورحمة. إن هذه الأمة الحبشية وقد ورثها اليتيم عن أبيه الفقيد لا تكاد ترى هذا الوليد حتى يلقي الله حبه في قلبها، وحتى يعطفها الله عليه، وحتى يجعله لها قرة عين، فراحت تحضن الطفل وتحنو عليه وتؤثره بمزيد من المحبة والبر ومن المودة والعطف ومن الحنان والرفق بكل هذه الكنوز التي تحتويها قلوب الأمهات حتى تفد مرضعته. ونواصل القراءة تحت عنوان أم أيمن حاضنة رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصبر على ذاك الرحيل وهذا الفراق وهي الصابرة المحتملة، ثم يعود الصبي الناشئ من البادية إلى مكة إلى أمه وإلى حاضنته لينعم بعطفهما عليه ورعايتهما له، وترحل أم الطفل به إلى يثرب لتزيره أخواله من بني النجار، فترحل الحاضنة معهما وينعم الطفل بحنان هذين القلبين الكريمين، حتى إذا قضى الطفل وأمه وطرا من زيارة الأرض الموعودة عاد بين أميه الكريمتين إلى موطنه بمكة، ولكن ما يكاد الطفل يبعد عن يثرب حتى تلم العلة بأمه كما ألمت بأبيه قبل أن يصل إلى الدنيا، ولا يكاد الطفل ينتهي إلى الأبواء حتى ينزع الموت منه أمه كما نزع منه أباه، وأصبح الطفل كما أراد الله له يتيما، فقد فقد الأم والأب، وعندئذ خلص لحاضنته من دون الناس، وتعود به إلى جده وأعمامه وحيدا فريدا يرعاه قلبها الكريم. من ذلك الوقت أصبحت للطفل أمة رعته صبيا وشابا، حتى إذا بلغ سن الرجال واتخذ له أسرة نظر إليها فأعتقها ورد لها حقها الكامل في الحياة الكريمة. هنالك اتخذت لها زوجا من أهل يثرب كان مقيما بمكة، فعاشت معه ما شاء الله أن تعيش، ورحلت معه إلى يثرب حتى إذا مات عادت إلى ابنها الأول ومعها ابنها الثاني أيمن ابن عبيد، فعاشت في كنف هذا اليتيم وعاش معها ابنها سعيدين ناعمين. ويتم الله نعمته على هذا اليتيم فلا يشغله شيء عن أمه هذا، ويعبر صلى الله عليه وسلم عن مشاعره تجاهها فيقول: فيقول كلمة ملؤها البر والحنان والوفاء: إنها بقية أهل بيتي. وإنه صلى الله عليه وسلم ليحرص على أن تحيا وتنعم بالحياة، فيقول لأصحابه: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. هنالك أسرع مولاه زيد فاتخذها له زوجا. هامش: فليتزوج أم أيمن، سير أعلام النبلاء الجزء الثاني. انتهى الهامش. وتهاجر من مكة إلى المدينة لتلحق بأحب الناس إليها، لا يؤنسها في الطريق إلا إيمانها، وتبلغ المدينة فيلقاها ابنها حفيا بها عطوفا عليها، وتقضي معه أيامها في المدينة لا تكاد تفارقه. نراها يوم أحد تشهد الحرب مع المسلمين، تطوف بالماء، تسقي الجرحى ومن مسهم الجهد، وتشهد خيبر مع ابنها تواسي المسلمين وتمنحهم من عطفها ورعايتها ورحمتها، ويقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السلم يمازحها، ولكنه لم يكن يقول إلا حقا. وعندما تصعد نفسه الكريمة إلى بارئها تبكي على الوحي الذي سينقطع بموته، وتعيش لتشهد موت عمر، فتقول قولتها: الآن وهي الإسلام. وفي مستهل خلافة عثمان تلقى ربها راضية مرضية. وبعد، فهذه أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته، تلك التي ورثها من أبيه فأعتقها صلى الله عليه وسلم عندما تزوج خديجة بنت خويلد، وتزوجها عبيد بن زيد فولدت له أيمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم،
وقتل يوم حنين، وكان زيد بن حارثة مولى خديجة بنت خويلد، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وزوجه أم أيمن بعد النبوة، فولدت له أسامة بن زيد. لقد هاجرت الهجرتين وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث. هامش، يمكن الرجوع إلى ترجمة حياتها بطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري صحيح البخاري الإصابة لابن حجر. انتهى الهامش. 5. حليمة السعدية مرضعة سيد البشر. كل الذين يستعيدون أحداث السيرة النبوية يذكرون حليمة السعدية، فلقد كانت على جانب عظيم من حسن الطبع وجمال الخلق ورقة القلب، ولأمر ما اختارها الله لتكون مرضعة لسيد البشر. لم تجد حليمة وقد جاءت مع نساء بني سعد غير يتيم عبد المطلب لترضعه، إنها من بني أسد ابن بكر هوازن، وتنتهي لقيس عيلان. ولو لم تكن ذات شرف وخلق قويم وقلب رقيق لم يرضع عبد المطلب حفيديه محمدا وأبا سفيان منها. بقي عندها 4 سنوات ربته على الأخلاق العربية، على المروءة والشهامة والصدق والأمانة، ثم ردته إلى أهله وعمره 5 سنوات وشهر 1 بعد أن غمرت بركات هذا اليتيم، وقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم مرضعته حبا كثيرا، حتى إنه لما أخبرته بعد فتح مكة إحدى نساء بني سعد بوفاتها ذرفت عيناه عليها، ثم قالت له الناعية: أخواك وأختاك محتاجون، فأرسل إليهم ما يحتاجون إليه. فقالت له الناعية: نعم والله المكفول كنت صغيرا، ونعم المرء كنت كبيرا عظيم البركة. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عادت به الذكريات إلى أيامه الأولى، فتذكر طفولته وحنو مرضعته عليه وألفته مع إخوته وأخواته. لقد كانت حليمة السعدية من حوله في طفولته، ولا شك أنها تركت في نفسه أثرا عميقا، وحين ورد ذكرها على قلبه الحساس ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم الدموع عليها. فإلى كل من ترعى يتيما بلمسة حانية أو كلمة للنفس شافية أو بسمة للروح مداوية أهدي قصة حليمة السعدية وما كافأها الله به من رزق وخير وأجر عظيم. وإلى كل الأبناء من الرضاعة نقدم الحديث الذي أخرجه أبو داود وأبو يعلى وغيرهما من طريق عمارة بن ثوبان عن أبي الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالجعرانة يقسم لحما، فأقبلت امرأة بدوية فلما دنت من النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداء فجلست عليه، فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعت. هامش الإصابة الجزء 7. انتهى الهامش. 6. الشيماء بنت الحارث السعدية. من منا لا يذكر الشيماء السعدية حاضنة رسولنا صلى الله عليه وسلم حين يسمع ذلك الاسم الجميل حليمة السعدية؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان وحيد أبويه، فليس له أخ أو أخت من النسب، لكنه كان له إخوة من الرضاع، فمن هم يا ترى؟ ذكر ابن إسحاق من رواية يونس ابن بكير وغيره عنه
أن إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة عبد الله وأنيسة وحذيفة بن الحارث وحذافة هي الشيماء، غلب عليها ذلك. قال: وذكروا أن الشيماء كانت تحضن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أمها، ومن أجل هذا نرى الكثيرين يسمون بناتهم الشيماء تكريما للدور الذي قامت به من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته. لقد كانت ترقص النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير قائلة: يا رب أبق لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطه عزا يدوم أبدا. قال: فكان أبو عروة الأزدي إذا أنشد هذا يقول: ما أحسن ما أجاب الله دعاءها. ويقول ابن سعد: كانت الشيماء تحضن النبي صلى الله عليه وسلم وتوركه، توركه تجلسه على وركها. وقال أبو عمر: أغارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوازن فأخذوها فيما أخذوا من السبي، فقالت لهم: أنا أخت صاحبكم. فلما قدموا بها قالت: يا محمد أنا أختك، وعرفته بعلامة عرفها، فرحب بها وبسط رداءه فأجلسها عليه ودمعت عيناه، فقال لها: إن أحببت أن ترجعي إلى قومك أوصلتك، وإن أحببت فأقيمي مكرمة محببة. فقالت: بل أرجع. فأسلمت وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما وشاء وثلاثة أعبد وجارية. إن كل الذين قاموا بدور في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، سواء في صغره أم بعد رسالته، وأيدوه وساندوه ووقفوا إلى جانبه وكانوا حوله، لهم منا نحن المسلمين كل التقدير على ما قاموا به وما أسدوه. بقيت لمسة الوفاء التي تجلت في إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم لها عندما عرفها. ألا ليتنا نذكر الفضل لأهل الفضل، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. كم منا يذكر مرضعته، وكم منا يذكر حاضنته. ألم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات؟ ثانيا، المرأة المسلمة زوجة. خديجة أم المؤمنين، سودة بنت زمعة، زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أم حكيم زوجة عكرمة ابن أبي جهل، خولة بنت مالك ابن ثعلبة، أرعاه على زوج في ذات يده. خير ما يكنز الرجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنه وإن غاب عنها حفظت. أخرجه أبو داود. وما تزال صورة الزوجة المسلمة راسخة في وجداننا وضميرنا، تلك الصورة المثالية لسلوك المرأة العربية التي تتجلى رعايتها للأسرة في تحمل المسؤولية، فهي في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. إن علاقتها بزوجها قوامها الحب المتبادل والعطف والحنان والإيثار والبذل والتضحية والفداء. ويكفي في الإقرار بفضلها أن أول قلب
خفق بالإسلام وتألق بنوره قلب امرأة فاضلة نبيلة هي خديجة بنت خويلد زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بعد ذلك من تشريف للمرأة في الإسلام ورفع لقدرها. فتعال نتابع مسيرتها في الوقوف إلى جانب الدعوة الوليدة. 1. خديجة بنت خويلد. لئن لقي النبي صلى الله عليه وسلم من رجال قريش ما لقي من صد وإيذاء، فقد وقفت إلى جانبه امرأتان وقفتا من وراء الدعوة الإسلامية تؤيدانها وتسهران على خدمة رائدها صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت أسد. واستحقت خديجة بهذا أن تكون خير نساء العالمين، وكيف لا تكون كذلك وهي أم المؤمنين، خير الزوجات والأسوة الحسنة للمقتدين. هيأت للنبي صلى الله عليه وسلم بيتا هانئا قبل بعثته، وأعانته على التأمل في غار حراء، وكانت أول من آمن به عندما دعا إلى ربه، وكانت خير من واساه بالنفس والمال والأهل. سيرتها عطرة، وحياتها بالبر عامرة، ونفسها بالخير زاخرة. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني وكذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. هامش الاستيعاب لابن عبد البر. انتهى الهامش. فما بالنا نبحث عن القدوة هنا وهناك، وأمامنا خير نساء العالمين خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، الزوجة الوفية المطيعة التي أحسنت عشرة زوجها وأعانته على خلوته قبل البعثة، وثبتته وصدقته، وسبقت الناس إلى الإيمان برسالته، وواسته وواست المسلمين بنفسها ومالها وآلها، فجزاها الله عن دينه ونبيه خير الجزاء، ولقاها نظرة ونعيمة في قصرها الذي بشرها به النبي في حياتها. عندما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هامش روى الحديث البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. أليس هذا القصر خيرا من قصور الدنيا؟ يا من غرتكم الدنيا، أليست هذه البشرى خيرا من الدنيا وما فيها؟ إن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت أول من انضم إلى الركب المؤمن، وأول من آمن بالله في الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحملت اللواء مع الرسول صلى الله عليه وسلم من اللحظة الأولى، تجاهد وتكابد، تفقد ثروتها وتعادي قومها، وتقف من وراء زوجها ونبيها حتى الرمق الأخير، وحق لها أن تكون مثلهن الأعلى. وكيف لا وقد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أول ساعات النبوة أول مؤيد، لقد نزل عليه الروح الأمين أول ما نزل في غار في الجبل، فأقرأه ما شاء الله أن يقرأه من آي الكتاب الكريم، ثم أخذ يتراءى له في طريقه بين السماء والأرض، فلا يلتفت يمنة ولا يسرى حتى يراه، فيقف لا يتقدم ولا يتأخر. كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين شعاب الجبل،
وفي وحشة الطريق، فلا أنيس ولا سمير ولا معين ولا نصير. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه هذا حتى انصرف الملك عنه، فانصرف هو إلى خديجة فزعا مرعوبا بما سمع ورأى. فلما بصرت به قالت: أين كنت يا أبا القاسم؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ثم رجعوا إلي. فحدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فقالت: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. لم ير منها إلا تثبيتا لقلبه وترويحا لنفسه وتأييدا لأمره، لم ير منها شيئا يحزنه من رد عليه أو تكذيب له أو سخرية به أو نفور منه، بل إنها فرجت صدره وأذهبت حزنه وأثلجت قلبه وهونت الأمر عليه. وهكذا تكون الزوجة المثالية، تلك هي خديجة التي بعث الله إليها تحيته، فنزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أقرئ خديجة السلام من ربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك. فقالت: لله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وإنها لمنزلة ما ظفر بها أحد من السابقين الأولين والخلفاء الراشدين، وذلك لأن موقفها في اللحظة الأولى أعظم وأجل من جميع مواقف التأييد للدعوة فيما بعد. إن خديجة رضي الله عنها كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت معه ربع قرن تحسن إليه ساعة قلقه، وتؤازره في أحرج أوقاته، وتعينه على إبلاغ رسالته، وتشاركه في مغارم الجهاد المر، وتواسيه بنفسها ومالها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. هامش رواه الإمام أحمد في مسنده، انتهى الهامش. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو شراب أو طعام، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. اثنان، سودة بنت زمعة أم المؤمنين. هي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وانفردت به نحو من 3 سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة. هامش الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء. كان الصحابة رضي الله عنهم يرقبون وحدة النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، ويودون لو يتزوج لعل في الزواج ما يؤنس وحدته، لكن من يفاتحه؟ وتتقدم خولة بنت حكيم لتقوم بالمهمة فتفاتح الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرض عليه عائشة بنت الصديق، لكنها ما تزال صغيرة فلتتم خطبتها ثم يكون الانتظار حتى تنضج. لكن من يرعى شؤون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن يخدم بناته؟ ومن يملأ عليه البيت؟ إن عائشة لن يتم الزواج بها قبل 2 أو 3، فمن تكون يا ترى تلك التي تتولى شؤون النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية بناته؟ إنها سودة بنت زمعة
من بني عدي ابن النجار. وأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبتها، فمرت أولا ببيت أبي بكر في خطبتهما، فمرت أولا ببيت أبي بكر ثم جاءت بيت زمعة، فدخلت على ابنته سودة تقول: ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة؟ فسألت سودة وهي لا تدري مرادها: وماذا يا خولة؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت في صوت مرتجف: وددت، ادخلي على أبي فاذكري له ذلك. وكانت الموافقة وتم الزواج. لقد كان لسودة ظروفها التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يمد يده الرحيمة إليها، يسند شيخوختها ويهون عليها الذي ذاقت من قسوة الحياة. فقد هاجرت إلى الحبشة فرارا بدينها مع زوجها ابن عمها، ثم مات عنها مهاجرا في الغربة، وترك أرملته من بعده. قد أسلمتها محنة الاغتراب إلى محنة الترمل قبل أن تهبط أم القرى. لقد تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجرة المؤمنة المترملة، فكانت موافقته على الزواج منها. وتظل سودة راعية في بيت زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفد عائشة رضي الله عنها على البيت النبوي، وتعلم مكانة عائشة من قلب النبي، فتجعل يومها لعائشة وتفسح لها المكان الأول في البيت، وتحرص جهدها على أن تتحرى مرضاة العروس الشابة، وأن تسهر على راحتها. وكل أملها بعد أن أحست برودة الشيخوخة أن تبقى زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وألا تحرم من هذا الشرف العظيم حتى ولو وهبت يومها لعائشة بعد أن أحست أنها لا تريد ما يريد النساء. وعاشت سودة ساهرة على رعاية البيت النبوي، وقلبها عامر بالرضا والإيمان، حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ظلت عائشة رضي الله عنها تذكر لها صنيعها وتؤثرها بجميل الوفاء، فتقول: ما من الناس أحد أحب إلي من أن أكون في مسلاخه من سودة بنت زمعة إلا أن بها حدة. ولما توفيت سجد ابن عباس فقيل له في ذلك، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. روت سودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث، أخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد، وفي رواية أن البخاري روى لها 2 حديث. يرحمها الله، كانت تحب الصدقة وعلى جانب كبير من الخلق الرفيع. عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قل: يا رسول الله، أينا أسرع لحوقا بك؟ قال: أطول كنا يدا، فأخذنا قصبة يذرعنها، فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كان طول يدها الصدقة، وكانت تحب الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به. أخرجه الشيخان والنسائي. ولمسلم في أخرى: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. قالت: فكن يتطاول أيتهن أطول يدا، فكانت أطولنا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. 3. زينب بنت محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماتت زينب ومضى على موتها 15 قرنا، ولكنها خلفت أطيب الذكرى وضربت أبلغ المثل في وفاء الزوجة وإخلاص المحبة وصدق الإيمان. لقد ولدت زينب 30
من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما بلغت سن الزواج طلبتها خالتها هالة بنت خويلد أخت أم المؤمنين خديجة لابنها أبي العاص بن الربيع، وكانت الموافقة وكان الرضا من الجميع. وزفت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبي العاص بن الربيع. هامش، ذكر ابن سعد أن أبا العاص تزوج بزينب قبل النبوة، ويقول الإمام الذهبي وهذا بعيد، ثم يقول أسلمت زينب وهاجرت قبل إسلام زوجها بست سنين. انتهى الهامش. ومضت خديجة إلى الزوجين المتحابين تبارك لهما، وخلعت قلادتها لتجعلها في عنق زينب هدية عروس. كان ذلك قبل أن ينزل الوحي على أبيها صلى الله عليه وسلم. ولما أشرقت الأرض بنور ربها آمنت زينب في من آمن، ولكن أبا العاص لم يكن من السهل عليه أن يخلع دينه، وأحس كلا الزوجين أن قوة أقوى من حبهما تحاول أن تفرق بينهما، أما هو فقد أعلن التمرد والعصيان. لن ينال مما بيننا يا زينب أن تكوني على دينك وأثبت على ديني. وأما هي فقالت قليلا يا صاحبي، لست حلا لك وأنت على ذلك الدين، فأسلمني إلى أبي أو أسلم معي، لن تكون زينب لك بعد اليوم إلا أن تؤمن بما آمنت. وأطرق الزوجان ساعة يفكران، وأفاقا على هاتف يهتف بهما: لئن فرق الدين بين جسديكما فسوف يظل حبكما حتى يجمعكما دين. وتمر الأيام على هذا الوضع بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتسير قريش إلى بدر لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسير فيهم أبو العاص بن الربيع لا ليعلن إسلامه، ولكن ليحارب الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش المشركين. ويتأزم الموقف حين يقع أبو العاص أسيرا في يد المسلمين عند الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وتبعث قريش في فداء أسراها، وتبعث زينب مالا وقلادة لتفتدي أسيرها أبا العاص ابن الربيع. ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم القلادة فيرق لها رقة شديدة ويقول: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وهنا يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وعدا من أبي العاص بأن يخلي سبيل زينب ويعيدها إليه بالمدينة. هامش، يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: روى عن عائشة، روي عن عائشة بإسناد واهم. انتهى الهامش. وعاد أبو العاص إلى مكة وفي نفسه صورة أكثر إشراقا لهذه الزوجة البرة الكريمة، ولكنه عاد لا ليشكر لها ما منت به عليه، بل ليقول لها: عودي إلى أبيك يا زينب، وفاء بما أخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد بأن يدعها تسير إليه. وخنقته العبرة فما استطاع أن يتمالك ولا أن يشيعها إلى أطراف البادية، حيث كان في انتظارها خارج مكة زيد بن حارثة ورجل من الأنصار. ومن أين له أن يجد في نفسه القدرة على توديع من يحب، وإنه ليعلم أنه الوداع الأخير ما دام سلطان هذا الدين قائما بين القلبين وكلاهما مستمسك بدينه.
ومضى يقول لأخيه كنانة ابن الربيع: يا أخي إنك لتعلم موضعها من نفسي، فما أحب أن لي بها امرأة من قريش، وإنك لتعلم ألا طاقة لي بأن أفارقها، فاصحبها عني إلى طرف البادية حيث ينتظر رسول محمد، وارفق بها في السفر، وارعها رعاية الحرمات، ولو نثرت عليها كنانتك لا يرنو منها رجل حتى تبلغ. وبينما هي تستعد لكي تلحق بأبيها لقيتها هند بنت عتبة، فقالت: أي ابنة محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقالت زينب: ما أردت ذلك. فقالت هند: أي ابنة عمي، لا تفعلي، إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك، فلا تتحرجي مني، فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال. قالت زينب: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل، ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك وتجهزت. ولما فرغت من جهازها قدم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيرا فركبته، وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا وهي في هودج لها يقود بعيرها. ولكن هل تتركها قريش بعد هزيمتها في بدر تخرج على مرأى ومسمع من الناس؟ لا ثم لا، فلقد تحدث رجال من قريش بذلك فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى، فكان أول من سبق إليها حبار بن الأسود بن عبد المطلب ونافع بن عبد القيس، فروعها حبار بالرمح وهي في هودجها، وكانت زينب حاملة، فلما رجعت طرحت ما في بطنها. هامش في الاستيعاب فدفعها أحدهما فسقطت على صخرة وأسقطت وأخرقت الدماء. انتهى الهامش. وهنا يتصدى حموها أخو زوجها لهؤلاء المعتدين قائلا: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فانفض الناس عنه، وأتاه أبو سفيان في جماعة من قريش فقال: أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف، فأقبل أبو سفيان حتى اقترب منه وقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الرجال علانية من بين أظهرنا، إن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا ونكبتنا التي كانت، وإن ذلك ضعف منا ووهن. لعمري ما لنا حاجة في حبسها عن أبيها، وما لنا في ذلك من ثؤرة، ولكن أرجع المرأة. ولما هدأ الصوت خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافترق الزوجان فلا سبيل إلى لقاء. وأقام أبو العاص بمكة شريدا مبلبل الفكر جريح القلب. وأقامت زينب بالمدينة معتلة البدن واهنة القلب، ولولا الإيمان والتقى يشدان من عزيمتها لأعجلها الموت ولم تظفر بلقاء. ومضت سنوات وسنوات، ويخرج أبو العاص في تجارة له إلى الشام، وفي طريق العودة تلقاه سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيب ما معه من أموال ولكنه يفلت من أيديهم. لقد فقد ماله ومال الناس، ولا سبيل
إلا أن يرد الأمانات إلى أهلها، فماذا يفعل؟ لقد تذكر زينب التي بادلته الحب والوفاء، فدخل المدينة ليلى وطلب منها أن تجيره وتعينه على رد ماله، فأجارته. وأصبح الناس يسعون إلى المسجد، وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبر المسلمون معه، وإذا صوت يهتف من وراء جدار: أيها الناس، إني قد أجرت العاص بن الربيع، فهو في حمايتي وأمني. وكانت زينب هي التي تهتف. وفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، فأقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم دخل على ابنته فحدثها وحدثت، وأوصاها قائلا: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلص إليه، فإنك لا تحلين له ما دام مشركا. هامش، ذكره الإمام الذهبي عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان، وروى الإمام الذهبي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: خرج أبو العاص إلى الشام في عير لقريش، فانتدب لها زيد في 70 و100 راكب، فلقوا العير في 6 سنة فأخذوها، وأسروا أناسا منهم أبو العاص، فدخل على زينب سحرا فأجارته، ثم سألت أباها أن يرد عليه متاعه، ففعل، وأمرها ألا يقربها ما دام مشركا، فرجع إلى مكة، فأدى إلى كل ذي حق حقه، ثم رجع مسلما مهاجرا في المحرم 7 سنة، فرد عليه زينب بذلك النكاح الأول. سير أعلام النبلاء، الجزء 2. انتهى الهامش. وأكبر محمد صلى الله عليه وسلم أن يرى في ابنته هذا الوفاء لزوجها الذي فارقته لأمر الله، وقطعت ما بينه وبينها من شهوات النفس لأمر الله، ثم ما برحت مع كل أولئك تمنحه البر والوفاء والمعونة، بر المسلمة ووفاء الصديقة ومعونة الإنسان. ونال من نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع وما علم، فأضمر في نفسه رجاء إلى الله، ثم بعث صلى الله عليه وسلم إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، فقال: إن هذا الرجل منا حيث علمتم، ولقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا إليه وتردوا عليه مالا فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. قالوا: بل نرده عليه. وقال نفر منهم: يا أبا العاص، هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال، فإنها أموال المشركين؟ فقال الرجل: بئس ما أبدأ به إسلامي، أن أخون أمانتي. وردوا إليه ماله كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكبارا لزينب. وعاد الرجل إلى مكة بماله ومال الناس، ونفسه تفيض بمعان شتى، وبين عينيه صورة لا تفارقه. فلما أدى لكل ذي مال ماله وقف، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا، وقد وجدناك وفيا كريما. قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفي أن يظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. قال الشعبي: أسلمت زينب وهاجرت، ثم أسلم بعد ذلك
وما فرق بينهما. هامش سير أعلام النبلاء للذهبي وكذا قال قتادة، وقال ثم أنزلت براءة بعد، فإذا أسلمت امرأة قبل زوجها فلا سبيل له عليها إلا بخطبته. انتهى الهامش. وخرج أبو العاص من مكة إلى المدينة مهاجرا يهديه نور الإيمان واليقين، وتلاقى الزوجان المتحابان مرة ثانية بعد فراق طويل من دونه سنوات، ولكن الزوجة الوفية كانت قد أدت واجبها وفرغت من دنياها حين هدت الرجل الذي أحبت ووفت له بمقدار ما أحبها ووفى لها، فما مضى زمان بعد هذا اللقاء حتى كانت قد استوفت أنفاسها على الأرض. وتوفيت زينب سنة 8 للهجرة، فحزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، وفارقت الدنيا بعد أن خلفت أطيب الذكرى، وضربت المثل أبلغ المثل في وفاء الزوجة وإخلاص المحبة وصدق الإيمان. وليس عجيبا أن يقول فيها زوجها في بعض أسفاره إلى الشام: بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علما. 4. رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان. لقد ضم ركب مهاجر الحبشة 11 امرأة، وهذا يعني أن المرأة المسلمة كانت جزءا من الدعوة والجهاد في سبيل الله. تخلت عن أعراض حياتها الزائلة من مال وولد وأهل وبلد في سبيله، تركت وطنها الغالي ومضت إلى الحبشة حيث الأرض النائية والغربة عن الجنس واللون والقوم في سبيل العقيدة التي آمنت بها. وعندما انبثق فجر الدعوة من مكة كان أول مهاجرين جديدين ليس رجلين ولكنهما رجل وامرأة. هذان المهاجران هما عثمان بن عفان ورقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءت رقية إلى الوجود بعد أختها زينب، ومن بعدهما جاءت أم كلثوم التي رافقتها في حياتها بعد انتقال زينب كبراهن إلى بيت الزوجية. وعندما قاربت سن الزواج تقدم أبو طالب يخطبهما إلى ابني أبي لهب، ويشاء الله ألا يتم هذا الزواج نظرا لموقف أبي لهب من الإسلام، ولكنه سبحانه يسوق إليهما عثمان بن عفان فيتزوج رقية ويهاجر معها إلى الحبشة، وتبقى أم كلثوم مع أبيها وأمها في انتظار ما قدر لها. يقول الإمام الذهبي: هاجرت معه إلى الحبشة الهجرتين جميعا. قال عليه السلام: إنهما لأول من هاجر إلى الله بعد لوط. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خرج عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة، فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما، فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد قد رأيت خنتك، قد رأيت ختنك أي صهرك ومعه امرأته. قال علي: على أي حال رأيتهما؟ قالت: رأيته قد حمل امرأته على حمار من هذه الدابة الضعيفة التي تدب في المشي يسوقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحبهم الله، إن عثمان
أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام. هامش ذكره الإمام الذهبي مختصرا، انتهى الهامش. وعادت رقية مع عثمان إلى مكة ثانية لتجد أمها قد لحقت بالرفيق الأعلى، وتحول المسلمون جميعا من مكة إلى المدينة، فصحبتهم رقية مع زوجها عثمان لتصبح ذات الهجرتين. إن هجرة الحبشة كانت دافع إليها مخافة الفتنة والفرار إلى الله بدينهم، ولم يكن الدافع إليها هو القيام بنشر الدين الإسلامي، لأن بلاد الحبشة في ذلك الوقت كانت تدين بالمسيحية، ولن تقبل المسيحية هناك أن يزاحمها الدين الجديد حتى ولو كان على رأس الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد. والهجرة إلى الحبشة حققت جزءا من التحول والانطلاق، لأن النتيجة التي كان يرجوها المسلمون المهاجرون من هجرتهم إلى الحبشة هي أن يفروا بدينهم إلى أرض يطمئنون عليها ويستقرون بها، ولا يتعرضون فيها لبطش ولا لأذى، حتى إذا قدر لإخوانهم في مكة أن يفنوا عن آخرهم حملوا هم بعدهم لواء الدعوة. أما الهجرة إلى المدينة فقد كان الفرار بالدين أحد الأسباب، لكن ليس الدافع الأساسي، فالدافع الأساسي هو التحول والانطلاق، حيث يتيسر للمهاجرين أن يؤسسوا في مهاجرهم وطنا لهم، فقد كان الإسلام طوال 13 عاما دينا بلا وطن وشعبا بلا دولة. لقد كانت الهجرة هي التي تمثل المرحلة الثانية من مراحل الدعوة، هي مرحلة نضال من أدق مراحل النضال أيضا. وإذا كانت هذه المرحلة النضالية قد اتسمت بالمغامرة، فإن المغامرة ليست إلا لونا من النضال، بل هي أسمى ألوان النضال البطولي. ولقد توجت هذه المرحلة النضالية بالنصر، انتصر الإيمان على القوة، وانتصرت الروح على المادة، وانتصر الحق على الباطل. إن عظمة النصر تجل عن الوصف والتقدير، إنها تحرر من الخوف وانطلاق نحو الأمن، تحرر من العبودية وانطلاق نحو الحرية، تحرر من الذلة وانطلاق نحو العزة، تحرر من الضيق وانطلاق نحو الفرج، تحرر من الشلل وانطلاق نحو الحيوية، تحرر من الضعف وانطلاق نحو القوة، تحرر من قيود الكلمة وانطلاق نحو حرية الكلمة. وتلقى رقية ربها بعد أن وقعت فريسة الحمى، ويتقدم عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجه أم كلثوم. رحم الله رقية ذات الهجرتين وعثمان ذا النورين، وجزاهما عن جهادهما وصبرهما أوفى الجزاء. 5. أم حكيم بنت الحارث المخزومية زوج عكرمة ابن أبي جهل. صورة من صور الإيمان بالله والرسول، ورمز للتضحية والفداء في سبيل الله. إنها مجاهدة جليلة. قبل أن تسلم خرجت مع زوجها لتشهد غزوة أحد. لقد كان زوجها عكرمة بن أبي جهل، وكان عليها أن تقف في صفوف المشركين، لكنها أسلمت يوم الفتح وحدها دون زوجها. أما زوجها عكرمة بن أبي جهل فقد طلبت له الأمان فأمنه المسلمون، لكنه كان قد هرب، فخرجت في طلبه تبحث عنه، وقد هرب إلى اليمن، فأدركته في ساحل من سواحل تهامة وقد ركب البحر، فجعلت تصيح إليه وتقول: يا ابن عم، جئتك من
من أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس. لا تهلك نفسك وقد استأمنت لك فآمنك. فقال: أنت فعلت ذلك؟ قالت: نعم، أنا كلمته فآمنك. فرجع معها فقدم عكرمة فانتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته معه، فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم عكرمة فأسلم. وكانت أم حكيم ممن وقفنا حول الرسول صلى الله عليه وسلم في خدمة الدعوة والدفاع عنها، فقد شهدت وقعة اليرموك وأبلت فيها بلاء حسنا، فقاتلت فيها أشد القتال في موقعة مرج الصفر. لقد خرجت بعمود الفسطاط فقتلت 7 من الروم. أرأيت ماذا تفعل المرأة المسلمة لزوجها ودينها؟ هامش، لمزيد من التفاصيل يرجع إلى المراجع الآتية: 1 تاريخ الطبري، 2 أسد الغابة لابن الأثير، 3 الموطأ، 4 الاستيعاب لابن عبد البر، 5 تاريخ ابن عساكر، 6 طبقات ابن سعد، 7 سيرة ابن هشام، 8 الإصابة لابن حجر، 9 فتوح البلدان للبلاذري، 7 الوافي بالوفيات للصفدي. انتهى الهامش. 6 خولة بنت مالك ابن ثعلبة، ذات فصاحة وبلاغة، كانت على صلة بالله، لم تفقد إيمانها به في أحلك اللحظات، بل راحت تحتكم إلى الله ورسوله. قصتها مع زوجها أضعها بين يدي الأزواج والزوجات حين يكون خلاف وجدال ومراجعة وخصام. قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب وقال: أنت علي كظهر أمي. ثم خرج فجلس فناء في ناد قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني. قالت: فقلت: كلا، والذي نفسي بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا. قالت: فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه فقال: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى قوله: وللكافرين عذاب أليم. المجادلة من الآية الأولى إلى الرابعة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة. قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت:
فقلت: والله إنه لشيخ كبير ما به من طاقة. قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما ذاك عنده؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينك بعذق من تمر. قالت: فقلت: يا رسول الله، وأنا سأعينه بعذق آخر. فقال: قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. هامش: الوسق حمل بعير، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. هذه هي خولة، في قصتها دروس لالتئام الحياة الزوجية والإسهام في رأب الصدع ورعاية القرابة وكبر السن بين الأزواج والزوجات. روي أن عمر بن الخطاب مر بها في زمن خلافته وهو على حمار والناس حوله، فاستوقفته ووعظته، فقيل له: أتقف لهذه العجوز هذا الموقف؟ فقال: أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق 7 سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ هامش: حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة. انتهى الهامش. لم تلجأ خولة إلى العنف، ولم تفكر في الجريمة، فإن ذلك ليس من خلق الإسلام، بل راحت تلتمس الحل عند الله ورسوله، وتشكو أمرها إلى الله الذي خلقها، فهو القادر على أن يفك كربها ويجعل من بعد عسر يسرا. وإن شئت أن تسمعيها وهي تعرض شكواها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعالي إلى ما أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، وكان المثل الأعلى في معاملة زوجاته، يقول في ذلك: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. ويقول أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة له: استوصوا بالنساء خيرا. وللرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث شتى في الوصاية بالزوجات والحث على إحسان معاملتهن. وقد أبطل الإسلام الظهار، واعتبره الإسلام منكرا من القول وزورا، يعاقب من ينطق به على سفهه عقابا رادعا له عن العودة إلى مثله، ويزجر غيره عن أن يفعل فعله. هامش: عن عمرو ابن الأحوص في حديث طويل في ذكر حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم،
ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. أخرجه الترمذي وصححه، ومعنى عوان أي أسيرات. انتهى الهامش. ثالثا، المرأة المسلمة بنتا. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، درة بنت أبي لهب ابن عبد المطلب، أم كلثوم بنت عقبة ابن معيط، الخنساء بنت خزام، بريرة مولاة عائشة، بنات مثاليات. يحدثنا التاريخ عن بنات مثاليات كان لهن وجودهن وشأنهن ورأيهن في أسرهن. لم تكن البنت عنصرا سلبيا خاملا، وإنما كانت عنصرا إيجابيا ناشطا قادرا على المشاركة في تحمل المسؤولية. وعلى رأسهن فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أم أبيها وريحانته ومؤنسته في عطف وحب. ومن يقرأ سيرتها يدرك إلى أي مدى قامت بدور أمها خديجة بنت خويلد بعد أن لقيت ربها. ومن يتابع خطوات البنت المسلمة على طريق الهداية والرشاد يجد أنها كانت صاحبة الرأي في أمر دينها يوم أن أشرقت شمس الإسلام في مكة المكرمة أم القرى، وراح الرسول صلى الله عليه وسلم ينذر أم القرى ومن حولها ويبشرهم بالدين الجديد. وهذه نماذج لبنات مثاليات. واحد، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أم أبيها، فهي كريمة الطرفين، بنت سيد الخلق رسول الله أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، البتول المنقطعة للعبادة أو التي انقطع نظيرها، فضلا وعلما وخلقا وأدبا وحسبا ونسبا. كانت أصغر من زينب زوجة العاص بن الربيع، ومن رقية زوجة عثمان بن عفان، ولقد كانت أحب أهل النبي إليه، فقال: فاطمة بضعة مني يربيني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. هامش ابن عبد البر في الاستيعاب. انتهى الهامش. إنها سيدة نساء العالمين وأفضل نساء أهل الجنة أجمعين، وابنة حبيب رب العالمين، وأم الحسن والحسين. قال الزبير بن بكار: انقرض عقب زينب، وصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلل فاطمة وزوجها وابنيهما بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هامش سير أعلى النبلاء، سير أعلام النبلاء، الجزء الثاني. وعن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها: قولي: اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء،
منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. أخرجه الترمذي. هذه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تخدم نفسها بنفسها وتتحمل أعباء بيتها. وذكر الطبراني أنه لما انصرف المشركون في أحد خرج نساء الصحابة لتقديم العون لهم، فكانت فاطمة في من خرج، فلما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم، فلما رأت ذلك أخذت شيئا من حصير فأحرقته بالنار وكمدته به حتى لصق الجرح فاستمسك الدم. هامش صمت النجوم العوالي الجزء الثاني، أخرجه الشيخان والترمذي. انتهى الهامش. وفي معترك الأحداث التي تحياها أمتنا يتجلى دور البنت المسلمة فيها لتكون الأسوة الطيبة لفتاة اليوم المسلمة. إن سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء بنت الرسول القائد عليه الصلاة والسلام لم تكن أثناء المعركة في سرادق ضخم، بل كانت تعمل بين طعنات الرماح وضربات السيوف وتساقط النبال كالمطر على المسلمين لإيصال الغذاء والدواء والسقاء للمقاتلين. وهذه صورة أخرى لابنة خير الخلق أجمعين أهديها لعرائس اليوم التي يحملن الأزواج ما لا يطاق. قال علي رضي الله عنه: لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونضعه على الناضح بالنهار، ما لي ولها خادم غيرها. ولما زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بي معها بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحائين وسقاء وجرتين، فجرت بالرحاء حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها. هامش ابن الجوزي أحكام النساء والناضح البعير الذي يستقى عليه والأدم الجلد. انتهى الهامش. هذه هي الزهراء أم حفيدي الرسول الحسن والحسين. لقد كانت من حوله، فلا عجب أن تركت أجمل الأثر في قلبه الحنون. وستظل الدنيا تذكر فاطمة أم أبيها محمد البتول الزهراء الطاهرة المتعبدة الزاهدة التي كلما قرصها الجوع سجدت، وكلما هدها التعب ذكرت. ويحدثنا الإمام مسلم عن فضائلها فيروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية
فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني؟ ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت. هذه هي فاطمة الزهراء، عاشت على قدرها وشرفها عيشة ضنك، فقد جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها، وقد كفاها علي الخدمة خارجة، فقال لأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم: اكفي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخدمة خارجة وسقاية الماء والحاج، وتكفيك العمل في البيت، العجن والخبز والطحن. هامش سير أعلام النبلاء للذهبي برواية الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: قال علي لأمه، إلى آخره، انتهى الهامش. ولما علم زوجها علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه خدم، قال لفاطمة: لو أتيت أباك فسألتيه خادما. فأتته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله ورجعت، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد، فقال: ما كانت حاجتك؟ فسكتت. فقال علي: أنا أحدثك يا رسول الله. جرت الرحى حتى أثرت في يدها، وحملت القربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمها خادمة تقيها حر ما هي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما، وأدعى أهل الصفة تطوي بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. فرجع فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفتهما، إذ غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما، فثارا. فقال: مكانكما، ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ فقالا: بلى. فقال: كلمات علمنيهن جبريل، تسبحان في دبر كل صلاة عشرة، وتحمدان عشرة، وتكبران عشرة، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. وتعطينا المثل في تربية ابنيها:
لقد كانت ترقص ولدها الحسين وتقول: إن بني شبه النبي ليس شبيها بعلي، وتعطينا المثل عند الوفاة، فعند وفاة والدها وعندما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الموت يتغشاه، قالت فاطمة: وكرباه يا أبتاه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما توفي قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. لقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 حديثا، أخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه في مسند عائشة، وروى لها الترمذي وابن ماجه وأبو داود. ويقول ابن الجوزي: ولا نعلم أحدا من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند عنه غير فاطمة. وشكت فاطمة إلى أسماء بنت عميس نحول جسمها، وقالت: أتستطيعين أن تواريني بشيء؟ قالت: إني رأيت الحبشة يعملون السرير للمرأة ويشدون النعش بقوائم السرير، فأمرتهم بذلك، وعمل لها نعش قبل وفاتها. فنظرت فقالت: سترتموني ستركم الله. هامش أورده الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بنحوه عن قتيبة ابن سعيد عن أم جعفر، انتهى الهامش. قال ابن عبد البر: هي أول من غطى نعشها في الإسلام، وغسلها علي وأسماء، ولم تسمح أسماء لأحد بالدخول عليها. ووقف علي عند قبرها فقال: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على ألا يدوم خليل. رضي الله عنها، لقد كانت ملء السمع وملء العين وملء القلب، أم أبيها وأوثق الناس صلة به وأشفقهم عليه. وأعيد عليك هذا الموقف: عندما جرح صلى الله عليه وسلم بأحد، خرجت مع نساء من المدينة تستقبله لتطمئن عليه، فلما رأت جراحه احتضنته وعانقته وصارت تمسح الدم عنه، ثم أخذت ماء وغسلت وجهه. ما أروعه من موقف خفق فيه قلب محمد صلى الله عليه وسلم بحب ابنته وحنوه عليها، وكأني بالزهراء عليها السلام يترقرق الدمع من مآقيها ويخفق قلبها بالحب والحنان. وبعد، فهذه هي الزهراء بنت النبي، بنت القائد، تضرب المثل، وتخرج هي و14 امرأة، منهم أم سليم بنت ملحان وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما، تحمل الماء في قربة والزاد على ظهرها، تطعم المؤمنين المحاربين وتسقيهم. 2. أسماء بنت أبي بكر الصديق. مهاجرة جليلة وسيدة كبيرة بعقلها وعزة نفسها وقوة إرادتها، ولدت 27 قبل الهجرة، وهي أكبر سنا من أختها لأبيها عائشة أم المؤمنين بعشر سنين، وهي شقيقة عبد الله بن أبي بكر. دعيت بذات النطاقين لأنها أخذت نطاقها فشقته شطرين، فجعلت واحدا لسفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر عصاما لقربته ليلة
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق إلى الغار، وكان أهل الشام يعيرون ابن الزبير بذات النطاقين يوم كانوا يقاتلونه، فقالت لابنها عبد الله: عيروك؟ فقال: نعم. قالت: فهو والله حق. وقالت أسماء لما قابلت الحجاج: وكيف تعير عبد الله بذات النطاقين؟ أجل، قد كان لي نطاق لا بد للنساء منه، ونطاق أغطي به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أسلمت قديما بمكة بعد إسلام 17 إنسانا، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنت به إيمانا قويا. حسن إسلامها. فمن حسن إسلامها أن قتيلة بنت عبد العزة قدمت على ابنتها أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية، قدمتها بهدايا زبيب وسمن وقرط، فأبت أن تقبل هديتها أو تدخل بيتها، فأرسلت إلى عائشة: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لتدخل بيتها ولتقبل هديتها. حسن تصرفها. واحتمل أبو بكر رضي الله عنه ماله كله لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وقدره 5000 درهم أو 6000، فانطلق بما معه. ثم دخل جدها أبو قحافة على أسماء وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه. فقالت له: كلا يا جدي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. فأخذت أحجارا فوضعتها في قوة البيت الذي كان أبوها يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقالت: ضع يدك على هذا المال. فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. والحقيقة أن أبا بكر لم يترك لعياله شيئا، ولكنها أرادت أن تسكن روع ذلك الشيخ. تزوجها الزبير بن العوام، وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا أي شيء غير فرسه، فكانت تعلف فرسه وتكفيه مؤونته وتسوسه وتدق النوى لناضحه وتسقيه الماء وتعجن. وكان الزبير شديدا عليها، فأتت أباها وشكت ذلك إليه، فقال لها: يا بنية اصبري، فإن المرأة إذا كان زوجا صالحا ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة. وجاءت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ليس في بيتي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي به؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توكي فيوكى عليك. هامش: ارضخي، أعطي وتصدقي، لا توكي، لا تغلقي ولا تمنعي فيمنع عنك. والحديث ذكره ابن الأثير بلفظ أعطي ولا توكي. انتهى الهامش. فكانت امرأة سخية النفس. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. وشهدت أسماء وقعة اليرموك مع زوجها الزبير وأبلت فيها بلاء حسنا، واتخذت خنجرا زمن سعيد بن العاص في الفتنة فوضعته تحت مرفقها، فقيل لها: ما تصنعين بهذا؟ قالت: إن دخل علي لص بعجت بطنه. وفرض عمر بن الخطاب لأسماء 1000 درهم. وروت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم 58 حديثا
وفي رواية 56 حديثة، اتفق البخاري ومسلم على 14 حديثة، وانفرد البخاري بأربعة وانفرد مسلم بمثلها. هامش الكمال في معرفة الرجال للحافظ المقدسي. انتهى الهامش. عنوان شاعريتها وثورتها. وكانت أسماء شاعرة ثائرة ذات منطق وبيان، فقالت في زوجها الزبير لما قتله عمرو بن جرموز المجاشعي بواد السباع وهو منصرف من وقعة الجمل، قالت: غدر بن جرموز بفارس بهمة يوم الهياج وكان غير معردي، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعن الجنان ولا اليد، ثكلتك أمك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. هامش قيل إن هذه الأبيات لعاتكة بنت زيد زوج الزبير. انتهى الهامش. عنوان جودها وكرمها. وكانت أسماء ذات جود وكرم لا تدخر شيئا لغد، فكانت تمرض المرضى فتعتق فيها كل مملوك لها. عنوان مضاء عزيمتها وعزة نفسها وشجاعتها. تنبئنا كلماتها كلها لابنها عن تلك المعاني النبيلة، فلقد دخل عليها ابنها عبد الله وهي عمياء قد بلغت 100 سنة وقال لها: يا أماه ما ترين؟ قد خذلني الناس وخذلني أهل بيتي. فقالت: لا يلعبن بك صبيان بني أمية، عش كريما ومت كريما، والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك حسنا. فخرج فقاتل حتى قتل. وقيل إن الحجاج حلف ألا ينزله من تلك الخشبة حتى تشفع فيه أمه، فبقي سنة ثم مرت تحته أمه فقالت: أما آن لهذا أن ينزل؟ وذكروا أن الحجاج قال لأسماء بعد قتل عبد الله: كيف رأيتني صنعت بابنك؟ فقالت: أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. وتوفيت أسماء بمكة ولها 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. هامش مصادر الترجمة: طبقات ابن سعد، تاريخ الطبري، الإصابة، سيرة ابن هشام. انتهى الهامش. ويسجل كاتبنا مصطفى لطفي المنفلوطي ما دار بين أسماء وعبد الله في قصيدة تعد لوحة فنية رائعة، قائلا: إن أسماء في الورى خير أنثى، صنعت في الوداع خير صنيع، جاءها ابن الزبير يسحب درعا تحت درع منسوجة من نجيع، قال: يا أم قد عييت بأمري بين أسر مر وبين قتل فظيع، خانني الصحب والزمان فمالي صاحب غير سيفي المطبوع، وأرى نجمي الذي لاح قبلا غاب عني ولم يعد لطلوعي، بذل القوم لي الأمانة فمالي غيره إن قبلته من شفيعي. فأجابت: والجفن قفر كأن لم يكن من قبل موطنا للدموع، واستحالت تلك الدموع بخارا صاعدا من فؤادها المصدوع، لا تسلم إلا الحياة وإلا هيكلا شأنه وشأن الجذوع، إن موتا في ساحة الموت خير لك من عيش ذلة وخضوع، إن يكن قد أضاعك الناس فاصبر وتثبت
فالله غير مضيع. مد هماما كما حييت هماما، وأحي في ذكرك المجيد الرفيع. ليس بين الحياة والموت إلا كرة في سواد تلك الجموع. وسوف تظل كلمات أسماء لابنها حين قال لها: يا أماه، إني أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني نورا على طريق الحياة الكريمة. لقد أجابته في كلمة صامدة قد طوت، قوية كنفسها، كبيرة كإيمانها، تلك الكلمة التي وضعت نهاية المعركة: يا بني، إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها. ويختم المنفلوطي قصيدته بقوله: وأتى أمه النعية، أو وأتى أمه النعية فجادت بعد لأي بدمعها الممنوع. ونال عبد الله الشهادة، وانتصرت القيم الشماء للأم المثالية، وسجلت القصة لهما أنصع الصفحات في تاريخ الخالدين. 3. درة بنت أبي لهب ابن عبد المطلب، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. أسلمت وهاجرت وحسن إسلامها. يقول الإمام الذهبي: لها حديث واحد في المسند من رواية ابن عمها الحارث بن نوفل. هامش الطبقات، الجزء الثامن، الاستيعاب، الجزء الرابع، الإصابة، الجزء السابع، أسد الغابة، الجزء الخامس. انتهى الهامش. ويذكر ابن حجر في الإصابة أن درة بنت أبي لهب لما قدمت المدينة مهاجرة نزلت في دار رافع بن المعلى، فقال لها نسوة من بني جريق: أنت ابنة أبي لهب الذي يقول الله له: تبت يدا أبي لهب، فما تغني عنك هجرتك. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اجلسي. ثم صلى بالناس الظهر وجلس على المنبر ساعة، ثم قال: أيها الناس، ما لي أوذى في أهلي، فوالله إن شفاعتي لتنال قرابتي، حتى إن صداء وحكما وسلهبا لتنالها يوم القيامة. هامش ذكره ابن حجر في الإصابة بقوله: وروي عن ابن عاصم والطبراني وابن منده من طريق عبد الرحمن بن بشر وهو ضعيف، عن محمد بن إسحاق، عن نافع وزيد بن أسلم، عن ابن عمر، وعن سعيد المقبري وابن المنكدر، عن أبي هريرة، وعن عمار بن ياسر قالوا: قدمت درة، إلى آخر الحديث. الإصابة، الجزء السابع. انتهى الهامش. وأخرج الدارقطني في كتاب الإخوة، وابن عدي في الكامل، وابن مندة عن درة بنت أبي لهب قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤذى حي بميت. وبهذا الأدب النبوي ينبغي أن نتحلى ولا نتخلى عنه أبدا مهما كانت عداوتنا للأموات. 4. أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. حياتها مثل من أمثلة التضحية والجهاد في سبيل الله. يقول ابن سعد في طبقاته: هي أول من هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم. خرجت من مكة وحدها وصاحبت رجلا من خزاعة حتى قدمت في الهدنة، فخرج في إثرها أخواها، فقدم
ثاني يوم قدومها، فقال يا محمد شرطنا أوف به. فقالت أم كلثوم: يا رسول الله، أنا امرأة وحال النساء إلى الضعف، فأخشى أن يفتنوني في ديني ولا صبر لي. فنقض الله العهد في النساء وأنزل آية الامتحان، وحكم في ذلك بحكم رضوا به كلهم. فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء بعدها: ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام، لا حب زوج ولا مال، فإذا قلن ذلك لم يرددن. قال: ولما لم يكن لها بمكة زوج، فتزوجها زيد، ثم الزبير، ثم عبد الرحمن بن عوف، ثم عمرو بن العاص، فماتت عنده. إنها شابة لم تنفصل من أبويها ولم تزوج، دخل الإيمان قلبها، فخرجت من مكة وحدها مهاجرة إلى الله ورسوله، وخرج أخواها وراءها ليعيدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين. فلما هاجر إليه النساء أبى الله أن يردهن إلى المشركين، ونزلت الآيات بامتحانهم: فامتحنوهن بالحلف هل هن مسلمات حقيقة أم لا، هل هن مسلمات حقيقة أم لا. وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، والعاتق الشابة أول ما تدرك. فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل. رواه البخاري عن المسور ابن مخرمة. وقد نجحت أم كلثوم في الامتحان ونجت بدينها من قومها. قيل الامتحان أن تقول بالحلف: ما خرجت إلا حبا لله ورسوله، ما خرجت لالتماس دنيا ومن بغض زوج. وقيل أن تشهد بالكلمة الطيبة. وقد شهدت على ملأ من الأشهاد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد كان لها منزلتها بين المسلمين، يتبين ذلك مما جاء في الإصابة وأخرجه ابن مندة، أن عمر بن الخطاب قال لأم كلثوم بنت عقبة امرأة عبد الرحمن بن عوف: أقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحي سيد المسلمين عبد الرحمن بن عوف؟ فقالت: نعم. وحديثها في الصحيحين والسنن الثلاثة. قالت: لم أسمعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الحديث. وأخرج لها النسائي في الكبرى حديثا آخر في فضل قل هو الله أحد. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث، أخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه. لقد آمنت أم كلثوم بنت عقبة دون رجال بيتها، وفارقت خدرها ومستقر أمنها ودعتها تحت جنح الظلام فريدة شريدة، تطوي بها قدماها ثنايا الجبال وأغوار التهائم بين مكة والمدينة، إلى مفزع دينها ودار هجرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعقبتها بعد ذلك أمها فاتخذت سنتها وهاجرت هجرتها، وتركت شباب أهل بيتها وكهولهم وهم في ضلالهم يعمهون. هامش الإصابة، الجزء 8.
وسوف تظل كلمات أم كلثوم للرسول صلى الله عليه وسلم نورا يضيء الطريق لكل فتاة تؤمن بربها. أتردني يا رسول الله إلى الكفار يفتنونني عن ديني ولا صبر لي، وحال النساء في الضعف ما قد علمت؟ إن هناك معاهدة تنص على رد كل من أسلم من مكة وهاجر إلى المدينة من الرجال والنساء، وينزل القرآن: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فكان يقول: والله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام، ما خرجتن لزوج ولا مال، فإذا قلن ذلك لن يرجعن إلى الكفار. 5. خنساء بنت خزام. وضع الإسلام المرأة حيث ينبغي، فهي ربة البيت والقائمة بأمره والمسؤولة عنه، يعاونها الرجل فيه وتعاونه هي فيما سواه. أما حريتها فتتجلى في حرية الزواج وحرية إظهار رأيها، وذلك شأنها وحقها، وليس لأحد أن يغصبها فيه رأيها أو يعدو إذنها، وحريتها فيه أبعد مدى وأتم شأنا من الرجل. فهو إذا عقد عليها ثم لم يرضها فتركها قبل أن يبني بها نزل عن نصف مهرها لها، وإن تركها بعد ذلك فلها المهر كاملا، وليس له أن يقول هي دوني نسبا أو منزلة. فكل النساء أكفاء للرجال، وليس كل الرجال أكفاء للمرأة. أما هي فلها أن تفصم عقدة الزواج إذا خدعت فيه أو أكرهت عليه، وليس لامرئ أن يقودها قسرا إلى من لا تريد. فلقد فصم الرسول صلى الله عليه وسلم زواج خنساء بنت خذام الأنصارية لأن أباها زوجها وهي كارهة. وخنساء بنت خذام هي من بني عمرو بن عوف بن الأوس، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة وهي صبية حدثة وسمعت عنه، وكان قد خطبها اثنان، أحدهما أبو لبابة ابن المنذر أحد الأبطال النابهين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني رجل من بني عمرو بن عوف عشيرتها. فآثرت أبا لبابة وآثر أبوها ابن عمها، ثم أمضى منه زواجها غير آبهم برضاها. فأما هي فغدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي قد تعدى علي فزوجني ولم يشعر بي. فقال لها: لا نكاح له، انكحي من شئت. فتزوجت أبا لبابة. هامش صحيح البخاري الجزء السابع والإصابة الجزء الثامن. انتهى الهامش. واختلف المحدثون في أمرها حين زواجها، ففي رواية الموطأ والثوري أنها كانت بكرة، وفي رواية البخاري وابن سعد أنها كانت أيمة، وأنها قالت: يا رسول الله، إن عم ولدي أحب إلي، فجعل أمرها بيدها. ويروي شمس الأئمة السرخسي في كتابه المبسوط حديث خنساء بنت خذام على الوجه الآتي: قالت الخنساء: إن أبي زوجني من ابن أخيه وأنا لذلك كارهة. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيزي ما صنع أبوك. فقالت: ما لي رغبة فيما صنع أبي. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبي فلا نكاح له، انكحي من شئت. فقالت: أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن يعلم الناس أن ليس للآباء
من أمور بناتهم شيء. قال صاحب المبسوط: ولم ينكر عليه الصلاة والسلام مقالتها. هامش المبسوط الجزء الخامس. أما الإمام الصرخسي شمس الأئمة الصرخسي أحد أئمة الحنفية وأعلام القضاة، وكتابه المبسوط من أشمل كتب التشريع الإسلامي وأحفلها، يقع في 20 مجلدا. ومن عجيب أمره أنه أملاه وهو رهين السجن بأوزجند، وأوزجند بلد من بلاد فرغانة في أقصى حدود الدولة الإسلامية إلى الشرق والشمال، وكانت وفاته سنة 483 رحمه الله. انتهى الهامش. ويقودنا الحديث عن الخنساء إلى الحديث عن بريرة. ومن بريرة هي جارية من جوار الحبشة، ملكها عتبة بن أبي لهب، وزوجها عبدا من عبيد المغيرة، ما كانت لترضاه لو كان لها أمرها، فأشفقت عليها عائشة أم المؤمنين فاشترتها وأعتقتها، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري. وكان زوجها يمشي خلفها ويبكي وهي تأباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تعجبون من شدة حبه لها وبغضها له؟ ثم قال لها: اتق الله، فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: أتأمرني؟ فقال لها: إنما أنا شافع. فقالت: إذن فلا حاجة لي فيه. هامش المبسوط الجزء الخامس. انتهى الهامش. فهل يعجب الناس بعد ذلك أن يقف فتيات العرب دون عسف آبائهن وأوليائهن؟ كم من الجرائم ترتكب بسبب تجاهل رأي البنات وتزويجهن ممن لا يدانيهن في طبع ولا يواتيهن في خلق، جريا وراء المادة وطمعا فيما عند الزوج من مال. ألا فليذكر الآباء ما تعانيه البنات من آلام نفسية وجسمية. هذه فتاة حدثة زوجها أبوها بغير إذنها، تكتب إلى أبيها قائلة: أيا أبت عنيتني وابتليتني وصيرت نفسي في يد من يهينها، أيا أبت لولا التحرج قد دعا عليك مجابا دعوة يستدينها. وقالت أخرى آثر أبوها ابن عمها: أيا عجبا للخود يجري وشاحها، تزف إلى شيخ من القوم تنبالي دعاها إليه أنه ذو قرابة، فويل الغواني من بني العم والخالي. الخود الحسنة الخلق الشابة أو الناعمة. القاموس المحيط. انتهى الهامش. وإليك قصة بريرة كما روتها كتب الأعلام والتراجم والسير. ستة بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها. يروي ابن سعد في طبقاته أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فقضى فيه صلى الله عليه وسلم 4 قضيات. إن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق، وخيرت فاختارت نفسها، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتد، فكنت أراه يعني زوجها يتبعها في سكك المدينة يعصر عينيه عليها. قال: وتصدق عليها بصدقة، فأهدت منها إلى عائشة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر
فإنه يصبح من المناسب بعد ذكر ما كان من أمر تلك المجادلة في زواجها أن نذكر ما كان من أمر بريرة مع زوجها مغيث، فقد كان لها أيضا رأيها ولم تتنازل عنه أمام شفاعة الشافعين. يروي ابن سعد في طبقاته عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فقالت: يا رسول الله، أشيء واجب علي؟ قال: لا، إنما أشفع له. قالت: فلا حاجة لي فيه. وهكذا تقررت حرية المرأة في أمر نفسها، حرية تكفل للبيت النعيم وتوفر للمرأة الهناء، أي سماحة في هذه الشفاعة، وأي سماحة في تقبل ردها، وأي قرار خطير ذلك الذي تم اتخاذه بأنا حين اعترف بحق القلب في الاختيار وقدمه على الشفاعة وإن كانت شفاعة لا ترد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أعطيت المثل والقدوة، ألا ليت أولياء الأمور يعون هذا الدرس، وتشتاق النفس إلى معرفة مزيد عن بريرة. لقد كانت جارية حبشية يملكها عقبة بن أبي لهب، فزوجها عبدا من عبيده يسمى مغيثة على غير رغبة منها، فكانت تضيق به وتتبرم منه، ولكنها مملوكة وأمرها ليس بيدها. فلما علمت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بما تعانيه بريرة في هذا الزواج اشترتها وأعتقتها، وأصبح من حقها فسخ عقد الزواج أو إقراره بعد أن نالت حريتها، لكن بريرة تختار الفسخ بعد أن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري. فاختارت أن تنجو بنفسها من هذا الزواج الذي لا سعادة فيه، فكان زوجها بعد الفراق يمشي خلفها ويبكي ويسترضيها فلا ترضى عنه، وكان يرتي له كل من يراه خلفها باكيا. رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وتلك حاله، فقال: ألا تعجبون من شدة حبه لها وبغضها له؟ ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: إذن فلا حاجة لي فيه. أخرجه الخمسة إلا مسلما. ويروي عبد الملك ابن مروان عنها حديثا دار بينه وبينها فيقول: كنت أجالس بريرة بالمدينة فكانت تقول لي: يا عبد الملك، إني أرى فيك خصالا، وإنك لخليق أن تلي هذا الأمر، فإن وليته فاحذر الدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق. هامش يقول ابن حجر في الإصابة، وذكرها أبو عمر من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقد عن أبيه أن عبد الملك بن مروان قال: كنت أجالس بريرة، إلى آخره. انتهى الهامش. رابعا: المرأة المسلمة أختها. صفية بنت عبد المطلب أخت الحمزة أسد الله، فاطمة بنت الخطاب أخت الفاروق عمر، فاطمة بنت الوليد أخت سيف الله خالد، سفانة بنت حاتم الطائي أخت عدي بن حاتم، الفارعة بنت أبي الصلت أخت أمية ابن أبي الصلت، فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة أخت هند بنت عتبة. أخوات مثاليات. الأخت المثالية نراها تسعى إلى توحيد الصف والعمل على التئام الشمل كلما دب الخلاف، وهي التي تسعى إلى تشجيع الأبطال وشحذ الهمم، وتسعى إلى حمل السلاح عندما يدعو الداعي حي على الجهاد.
وقد بلغ من رجاحة عقلها وقوة شخصيتها أن يتوقف تدبير الأمور ووضع الخطط على رأيها ومشورتها، وهي حاملة مشعل النور والهداية لمن حولها، وهي الصابرة المحتسبة التي تقدم في سبيل الله كل مرتخص وغال، راضية بما ينالها في سبيل الله ورفع راية الحق. وإليك نماذج للأخوات المسلمات اللاتي حملن الراية وكن حول الرسول صلى الله عليه وسلم. 1. صفية بنت عبد المطلب أخت الحمزة، عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأم الزبير بن العوام، وشقيقة حمزة أسد الله عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه، أسلمت مع الرعيل الأول ممن آمن بالنبي الكريم، وهاجرت في من هاجر إلى يثرب. الصابرة المحتسبة، قل في نساء العرب من تجاريها كرم منبت أو كرم فرع، وهبها الله قوة إيمان وصبرا على الشدائد وتضحية في سبيله، وكانت مثالا للأخت الصابرة المحتسبة الراضية بقضاء الله. ففي غزوة أحد عندما تخلى الرماة عن مواقعهم طلبا للغنائم مخالفين بذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أتاهم عدوهم من خلفهم، وكانت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وأم الخليفة معاوية من بعد قد خرجت مع جيش المشركين لتثأر لأبيها وعمها اللذين قتلهما حمزة في غزوة بدر، وراحت تغري عبدها وحشية إن هو تربص لحمزة وقتله فله من المال ما يشتهي، وكان ما أرادت هند، فقد رمى وحشي حمزة برمحه كما يفعل الأحباش، فخر حمزة صريعا. وجرى وحشي إلى مولاته التي كانت ترقص في رهط من عقائل قريش، وهن يضربن لها بالدفوف تحميسا لرجال قريش، فأسرعت معه وقد حمل البشرى إليها، وراحت تشق صدر الحمزة وتنتزع كبده وتلوكه بأسنانها تشفيا وانتقاما ومبالغة في الثأر. وبلغ الخبر صفية أخت الشهيد أسد الله فأقبلت على ساحة الموقعة تبحث عنه، رآها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم أن عمته ستواجه موقفا صعبا إذا هي رأت حمزة على تلك الحالة، فقال لابنها الزبير أرجعها حتى لا ترى ما بأخيها. فذهب إليها ولدها وقال لها في صوت هادئ حزين، أي أمي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. فقالت من فورها في هدوء وثقة، ولما؟ فقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، ولا أصبرن صبرا جميلا، ولا أحتسبن إن شاء الله. وعاد الزبير يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما هي عليه من صبر وثبات، ويحمل مقالتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول خل سبيلها. وتقف صفية في تجلد وإباء تلقي على الشهيد نظرة وداع وهي تقول عليك صلاة الله يا أبا عمارة وغفر لك، نحن قوم عادتنا القتل أو الشهادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، وغفر الله لك ولي، وجزاك جزاء عباده المخلصين. وتمر الأيام ويظل ثباتها يوم أحد مثلا عاليا في الصبر والجلد،
إن حياة صفية كلها دروس. بطولة المرأة وبطولة الرجل. ففي غزوة الخندق كانت مع النساء والصبيان في حصن عليه حسان ابن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الموقف في المدينة خطير جدا، فقد حوصرت من كل جانب، ويهود بني قريظة قد خانوا العهد، وأصبحت المدينة مهددة من الداخل والخارج. وهنا رأت صفية يهوديا يطوف بالحصن ويمر بالخندق، فقالت لحسان: يا حسان، هذا اليهودي يطوف بالحصن، ولا آمن أن يدل اليهود الذين من ورائنا على عوراتنا. ترى ماذا فعل حسان؟ كان حسان يخاف المعارك ويفر من المواجهة، فقال: ليغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب، والله لقد عرفت قديما ما أنا بصاحب هذا الأمر وما لي عليه طاقة. إن نساء الرسول من أهل بيت صفية في خطر، فكيف تسكت؟ لقد أخذت عمودا من أعمدة الخيام وخرجت من الحصن، فهجمت على اليهودي فضربته بالعمود على ناصية رأسه فخر على الأرض. وعندئذ عاجلته بضربات متلاحقة حتى أجهزت عليه، ثم رجعت إلى الحصن وألقت العمود من يدها، ثم عادت إلى حسان وقالت له: يا حسان، أها قد قتلت اليهودي، انزل فاسلبه، فإنه لم يمنعني من ذلك إلا أنه رجل وأنا امرأة. هامش: السلب ما مع القتيل من مال وسلاح. ومن المبادئ التي سادت القتال بين المسلمين وأعدائهم أنه من قتل قتيلا فله سلبه. انتهى الهامش. فقال الشاعر: والله ما بي حاجة إلى سلبه يا ابنة عبد المطلب. لقد كانت صفية حول الرسول في خدمة الدعوة بقوة التجلد وجمال الصبر والنجدة وسداد الرأي والدفاع عن الحرمات. لقد شاءت الأقدار أن تعرض بطولة المرأة وبطولة الرجل في كفتي ميزان في حادثة واحدة وفي موقف واحد، تخلى الرجل فيه عن الشجاعة التي لا ينتظر صدورها إلا من مثله، ونزل راضيا عن موقف البطل ليتركه لامرأة كان ينتظر منها أن تكون دونه شجاعة. وهنا لا يتأخر التاريخ لحظة عن أن يسجل للمرأة شجاعتها وإقدامها وبسالتها في موطن تخاذل عنه الرجل. فلنفتح أي كتاب من كتب التاريخ أو السيرة أو الأخبار أو المغازي أو التراجم والطبقات، فإننا لا شك واجدون قصة صفية بنت عبد المطلب مع الجاسوس اليهودي الذي راح يتجسس لينال عورة من المسلمين. إن ابن هشام يسجل حادثة صفية مع اليهودي نقلا عن المؤرخ ابن إسحاق، ويحفظ التاريخ لصفية هذا المقام لتتأسى به المرأة على مر السنين والأعوام. وما يزال جواسيس اليهود في كل مكان يتربصون بنا ويعدون العدة لإقامة دولتهم على أشلاء ضحايانا. فهل يعيد التاريخ نفسه لنجد بين صفوف نسائنا من تتصدى لأولئك الجواسيس؟ نريد أن تكون هناك في كل موقع صفية يسجل التاريخ شجاعتها وإقدامها وبسالتها. إن تاريخ صفية، إن تاريخ صفية ينادي كل عربي وعربية: افتحوا عيونكم واحذروا المخاطر من حولكم. 2. فاطمة بنت الخطاب بن نفيل القرشية أخت الفاروق عمر. كانت من المبايعات
الأوليات أسلمت قبل أخيها وكانت تخفي إسلامها منه، عاشت في خدمة الدعوة ولقيت ما لقيت في سبيلها. كان خباب بن الأرت يتردد عليها يقرئها القرآن، وكان زوجها سعيد بن زيد يحفظ معها أولا بأول ما يتلى عليهما من آيات الله، ويذكر الرواة ما كان من أمر إسلام أخيها عمر بن الخطاب، فهو حتى تلك اللحظة كان ما يزال على كفره، حتى إنه ليخرج متقلدا سيفه يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندئذ يلقاه رجل من بني زهرة ويسأله عن وجهته، فيخبره بما عزم عليه من قتل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل يحذره بطش بني هاشم وبني زهرة إن هو أقدم على فعلته، ويلفته إلى أمر عجيب أولى به أن يفكر فيه. ويتساءل عمر عن ذلك الأمر العجيب، فيجيبه الرجل: أجدر بك أن تذهب إلى أختك وزوجها، فقد ترك دينهما وآمنا برب محمد. ويغير عمر وجهته ويذهب إلى بيت أخته وزوجها، وعندهما خباب بن الأرت. خباب يتوارى في البيت عندما سمع صوت عمر. عمر يتساءل عن ذلك الصوت الذي سمع. فاطمة تسرع إلى الصحيفة وفيها آيات من كتاب الله فتخفيها عن عمر وتضعها تحت فخذها، وعندئذ يقولان له: ما سمعت شيئا؟ قال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا في دينه، وبطش بزوج أخته سعيد، فقامت فاطمة إليه لتكفه عنه فضربها فشجها حتى سال دمها على وجهها. وكانت المفاجأة إعلان فاطمة وسعيد أمام عمر أنهما قد أسلما وآمنا بالله ورسوله، فليفعل ما بدا له. ورأى عمر الدم على وجه أخته فتملكه الندم، وقال لها: أعطني تلك الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون منها لأنظر ما هذا الذي جاء به محمد. فقالت فاطمة: إنا نخشاك عليها. قال عمر: لا تخافي، وحلف لها بآلهته ليردنها إليها إذا قرأها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه وراحت تقول له: يا أخي، إنك نجس على شركك، وهذه الصحيفة لا يمسها إلا المطهرون، قم واغتسل أولا قبل أن تمسها. فاغتسل عمر وأعطته الصحيفة وفيها طه. فلما قرأ صدرا منها قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. كل ذلك وخباب بن الأرت مختبئ خائف بطش عمر، فلما سمع منه ذلك قال له: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمسي وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر. فقال له عمر عند ذلك: فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا، معه فيه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف.
فقال حمزة بن عبد المطلب: فأذن له، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن له. فأذن له الرجل، ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه بالحجرة، فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه، ثم جذبه جذبا شديدا وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله. فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم، فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم، وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم. وعاشت فاطمة لترى أخاها عمر خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين. وذكر ابن الجوزي أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه هي فاطمة بنت الخطاب، أخت عمر، سبقته إلى الإسلام فكانت من وراء إسلامه، وأراك تقولين حقا وراء كل عظيم امرأة عظيمة. هامش المراجع: سيرة ابن هشام، المجتنى لابن الجوزي، طبقات ابن سعد، الصواعق المحرقة لابن حجر، الإصابة لابن حجر، الاستيعاب لابن عبد البر، المستدرك للحاكم. انتهى الهامش. 3. فاطمة بنت الوليد ابن المغيرة، أخت خالد ابن الوليد، أسلمت يوم الفتح وبايعت، وهي زوج الحارث بن هشام. قال ابن عساكر: فاطمة بنت الوليد بن المغيرة أخت خالد لها صحبة، وخرجت مع زوجها الحارث إلى الشام، واستشارها خالد أخوها في بعض أمره، وهو الذي دوخ الفرس والروم. فعندما جاء عزل أخيها من عمر ابن الخطاب أقبل عليها يستشيرها، فقالت له رأيها، فقبل خالد رأسها وهو يقول لها: صدقت والله. فتم على أمره وأبى أن يكذب نفسه. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإزار الذي أخرجه العقيلي أنها كانت بالشام تلبس الجباب من ثياب الخز ثم تأتزر، فقيل لها: ما يغنيك عن هذا الإزار؟ فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالإزار. وهكذا تكون الأخوة الصادقة، تبادل النصح والمشورة. فخالد بن الوليد سيف الله المسلول يلجأ إلى أخته فاطمة ليأخذ رأيها في أخطر ما واجهه في حياته، وفاطمة تصدقه المشورة والنصيحة، وهكذا تضرب المثل في دنيا الأخوات والإخوة. 4. سفانة بنت حاتم الطائي، أخت عدي بن حاتم، نموذج من نماذج الفصاحة والبلاغة والحسن والجود والكرم ومكارم الأخلاق. وكيف لا وأبوها حاتم الطائي الذي يضرب بكرمه المثل، ومن شابه أباه فما ظلم. قال لها أبوها ذات يوم: يا بني، إن الكريمين إذا اجتمعا في المال أتلفاه، فإما أن أعطي وتمسكي، وإما أن أمسك وتعطي،
فإنه لا يبقى على هذا شيء. قالت: فلا نتجاور. فقاسمها ماله وتباينا. وتتجلى فصاحتها عندما وقعت أسيرة، فراحت تعرض قضيتها وتعرف بنفسها. ذكرها ابن إسحاق في المغازي قال: أصابت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حاتم في سبايا طيء، فقدمت بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت إليه، وكانت امرأة جزلة، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد. هامش: امرأة جزلة، أي ذات رأي جيد قوي محكم. انتهى الهامش. فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد. فقال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. ومضى حتى مر ثلاثا. قالت: فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلمي. قالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: قد فعلت، فلا تعجلي حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك، ثم آذنيني. قالت: وكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملني وأعطاني نفقة، فخرجت حتى قدمت على أخي، فقال: ما ترين في هذا الرجل؟ فقلت: أرى أن تلحق به. وأورد الخرائطي قصتها في مكارم الأخلاق. ويروى أنها قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني أي الأسير، ويحمي الذمار أي العهد أو الذمار، ويقر الضيف أي يطعمه، ويشبع الجائع، ويفرج عن المكروب، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمن، لو كان أبوك إسلاميا لترحمنا عليه. خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. ثم أسلمت وحسن إسلامها، وامتن عليها بقومها، فأطلقهم تكريما لها. هامش الإصابة، الأغاني، تاريخ ابن عساكر، تاريخ الطبري، ذيل الأمالي للقالي، الروض الأنف للسهيلي. انتهى الهامش. فامتن عليها وعلى قومها، فأطلقهم تكريما لها، فاستأذنته في الدعاء له، فأذن لها، وقال لأصحابه: اسمعوا وعوا. فقالت: أصاب الله ببرك مواقعة، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا جعلك سببا في ردها. سفانة من وراء إسلام أخيها. فلما أطلقها رجعت إلى أخيها عدي وهو بدومة الجندل، فقالت له: يا أخي، إيتي هذا الرجل قبل أن تعلقك حبائله، فإني قد رأيت هديا ورأيا سيغلب أهل الغلبة، ورأيت خصالا تعجبني، رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير، وما رأيت أجود منه ولا أكرم، فإن يك نبيا فلينلك فضله، وإن يكن ملكا أو ملكا فلن تزال في عز ملكه. فقال عدي: إن هذا الرأي والله،
وقدم عدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وأسلمت سفانة وسماها ابن هشام حازمة. سيرة ابن هشام. 5. الفارعة بنت أبي الصلت الثقفية أخت أمية ابن أبي الصلت. كل من عاصروها شهدوا لها بأنها كانت ذات لب وعفاف وحسن وجمال، وكان لأخيها منزلته في الجاهلية، فهو أمية ابن أبي الصلت الشاعر المشهور. قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح الطائف فقال لها: تحفظين من شعر أخيك؟ فأنشدته أبياتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان مثل أخيك، كان مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وفي الإصابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمن شعره وكفر قلبه. فنزلت: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الآية 75 بعد 100 من سورة الأعراف. روى عنها ابن عباس: لم يمنعها عدم تلبية أخيها نداء الإسلام من أن تقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلن إسلامها وتتخذ قرارها بنفسها، وهكذا ينبغي أن تكون المرأة، وبخاصة في القضايا المصيرية، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 6. فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة أخت هند ابن عتبة. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مع أختها هند بنت عتبة، وكانت من ربات الفصاحة والبلاغة، فحين أسلمت جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد كنت وما في الأرض قبة أحب أن تهدم من قبتك، وإني اليوم وما في الأرض قبة أحب إلي بقاء من قبتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم لن يؤمن حتى أكون أحب إليه من نفسه. وهي التي كانت قبل إسلامها تعادي بني هاشم وتقول: يا بني هاشم، لا يحبكم قلبي أبدا، أين أبي؟ أين عمي؟ أين أخي؟ وتزوجت فاطمة عقيل ابن أبي طالب، وكانت ذات مال كثير. هامش المراجع، طبقات ابن سعد، أسد الغابة لابن كثير، البيان والتبيين للجاحظ. انتهى الهامش. 5. المرأة المسلمة مبايعة ووافدة. أميمة بنت رقيقة، معاذة جارية عبد الله بن أبي بن سلول، هند بنت عتبة، أسماء بنت يزيد بن السكن، حواء بنت يزيد بن السكن، أم رعلة القشيرية، مبايعات صادقات. المرأة مبايعة. أسرع النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعنه على السمع والطاعة، وبايعهن الرسول صلى الله عليه وسلم على الإيمان. وقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال على مثل ما بايع عليه النساء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: ألا يشركن بالله شيئا، سورة الممتحنة الآية 12. وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررنا بذلك من قولهن يقول: انطلقنا فقد بايعتكن، لا والله ما مست يده يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام،
أخرجه الشيخان والترمذي. وإليك مزيدا من تفصيل ما جاء بشأن مبايعة النساء وأركانها وما نزل فيها لتجددي بيعتك مع الله قولا وعملا وسلوكا. امتحان القبول للمهاجرات المبايعات. يقول الله تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. سورة الممتحنة. أخرج البخاري والترمذي وغيرهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية إلى قوله غفور رحيم. فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، لا والله ما مست يده يد امرأة قط من المبايعات ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك، على ألا يشركن بالله شيئا. كان هذا يوم فتح مكة، أتينا يبايعنا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن كما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي لا يلحقن بأزواجهن ولدا ليس منهم. قال ابن عباس: كانت الحرة تولد لها الجارية الأنثى فتجعل مكانها غلاما، ولا يعصينك في معروف، أي في كل ما هو طاعة لله وإحسان إلى الناس وكل ما نهى عنه الشرع. قال المقاتلان، والمقاتلان هما مقاتل ابن حبان ومقاتل ابن سليمان الأزدي المتوفى سنة 150. قال المقاتلان: عني بالمعروف النهي عن النوح وتمزيق الثياب وجز الشعر وشق الجيوب وخمش الوجوه والدعاء بالويل، ومعنى القرآن أوسع مما قاله. أخرج أحمد والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن ألا نشرك بالله شيئا حتى بلغ ولا يعصينك في معروف، فقال: فيما استطعتن وأطقتن، فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا يا رسول الله، ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. فبايعهن، أي التزم لهن ما واعدنهن به على ذلك من إعطاء الثواب في نظير ما ألزمن أنفسهن من الطاعات، فهي مبايعة لغوية. قال ابن الجوزي: وجملة من أحصي من المبايعات إذ ذاك 457 امرأة، ولم يصافح في البيعة امرأة، وإنما بايعهن بالكلام بهذه الآية. وهذه البيعة الثابتة بالسنة في دين الإسلام، فمن أنكرها فقد أنكر القرآن. وهكذا ثبت ذلك في الرجال، وهي على أنواع: بيعة الجهاد، وبيعة ترك السؤال، وبيعة قبول الإسلام، وبيعة عدم الفرار من الزحف. وحج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 124 نفسا كلهم من المبايعين. هامش: حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة. انتهى الهامش.
وإليك نماذج لأولئك المبايعات الصادقات. 1. أميمة بنت رقيقة. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من المبايعات، وحديثها في الترمذي وغيره أنها قالت: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن. قلنا: الله ورسوله أرحم منا بأنفسنا. ويقول ابن حجر في الإصابة: وأخرج مالك الحديث مطولا عن ابن المنكدر وصححه ابن حبان من طريقه، ولفظه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار، فقلنا: نبايعك يا رسول الله على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن. فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ قال سفيان: يعنينا، صافحنا. فقال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. أخرجه مالك والترمذي والنسائي. نقلها معاوية إلى الشام وبنى لها دارا. وهكذا تظل أميمة بنت رقيقة تذكر كل مسلمة ببنود البيعة التي تلتزم بتنفيذها كل من اتخذت الإسلام لها دينا فيما استطاعت وأطاقت. إنها ستة مبادئ هي خلاصة الإسلام في بساطته وسمو أهدافه. فهل نعيد ترتيب الأوراق بعد وقفة متأنية مع النفس لنقوم من جديد بتجديد البيعة لله ولرسوله على هذه المبادئ؟ وللشيخين وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. 2. معاذة جارية عبد الله بن أبي بن سلول. حياتها تطبيق عملي لبنود المعاهدة والمبايعة على الرغم من أنها كانت أمة. وتفصيل ذلك أنها عندما أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند عبد الله بن أبي بن سلول، وكان عنده أسير، فكان عبد الله يضربها لتمكنه من نفسها رجاء أن تحبل فيأخذ في ذلك فداء، وهو العرض الذي قال الله عز وجل: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وكانت معاذة تأبى عليه وهي مسلمة، وقال الزهري: كانت مسلمة فاضلة، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ثم إنها اعتقت وتزوجت بعد ذلك سهل ابن قرطة أسد الغابة لابن الأثير. لقد ملأ الإيمان قلبها فصانت نفسها عن الحرام، ولم يفلح معها الإرغام وهي الأمة المملوكة، ولكنه الإباء، إباء الإسلام، وسوف تظل مثلا في العفة والتصون على مدى الأيام. نعم، ستظل مثلا للمرأة المسلمة المستقيمة في البيئة الفاسدة المنافقة الكافرة. إنها تنضم للركب المؤمن وتعلن كلمة التوحيد وتتحمل الأذى والعذاب صابرة محتسبة، وتثور على سيدها في سبيل الطهارة والعفة. إن عفافها وطهرها نموذج يحتذى. إن المهمة الخبيثة لشياطين الإنس في عصرنا دعوة المرأة إلى تجاوز المحظور إلى الفتنة، إلى الزينة المحرمة، إلى اللبس العاري، إلى اللباس المثير، ومن ثم إلى تهييج العواطف وتلويث الفروج. إن حفظ الفرج هو حفظه من كل ما يدعو إلى إثارته
وإثارة الناس نحوه، إنه أكبر من ترك الزنا، بل هو حفظه عن كل مثيراته. ويذكر القرآن الكريم أن السيدة مريم عندما أحصنت فرجها كانت أهلا لأن تحمل كلمة الله. 3. هند بنت عتبة. وصفها ابنها معاوية ابن أبي سفيان بقوله: إنها في الجاهلية عظيمة الخطر، وفي الإسلام كريمة الخبر. إنها بنت زعيم في ناديها، هو عتبة بن ربيعة، وزوجة زعيم في قريش هو أبو سفيان ابن حرب، وأم زعيم في بني أمية هو معاوية ابن أبي سفيان، وأمها سيدة من سيدات قومها هي صفية بنت أمية ابن حارثة. ومن أجل هذا يقول عنها الإمام ابن عبد البر: كانت امرأة لها نفس وأنفة. وكما كان عمر رضي الله عنه شديدا على المسلمين قبل إسلامه، كذلك كانت هند حتى أطلق عليها آكلة الأكباد. وإذا كانت قوة شخصيتها قد شانتها قبل الإسلام في ظلمات الجاهلية، فقد زانتها قوة شخصيتها في أضواء الإسلام. وبعد أن أسلمت هند واستقامت على الطريق، نجد أنفسنا نمر مر الكرام ونحن نقلب صفحات ماضيها، يوم راحت تسأر لمقتل أخيها شيبة وأبيها عتبة، وتحرض غلامها وحشيا على الثأر، وتظهر من الشماتة لمصرع سيد الشهداء حمزة ما يفوق الوصف ويثير الغيظ والمرارة في النفس. لكن رحمة الله وسعت كل شيء، فقد ظلت هند على كفرها حتى تم فتح مكة وأسلم زوجها، وراحت تفكر من جديد فيما يمكن أن تصنعه. لقد كانت تخشى إهدار دمها نظرا لما كان منها، فراحت لأول مرة تشاهد جموع المسلمين وهم يصلون حول الكعبة عقب الفتح، فتأثرت بما رأت، وهنا قالت: إني أريد أن أبايع محمدا. فقيل لها: فاذهبي برجل من قومك معك. فذهبت إلى عمر فاستأذن لها، فدخلت وهي منتقبة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفها، فأعلنت إسلامها. وبإعلان كلمة الإسلام حصنت نفسها وعصمت دمها وحفظت حياتها. يقول ابن عبد البر في الاستيعاب: ثم ختم الله لها بالإسلام فأسلمت يوم الفتح. ويقول النووي في تهذيب الأسماء واللغات: أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان بليلة، وحسن إسلامها، وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على زواجهما. والذي يعنينا هنا تلك الصفحة المضيئة من حياتها بعد أن أسلمت ووسعتها رحمة الله منذ أن بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الطبري: لقد دخلت عليه متنقبة متنكرة بسبب ما صنعت في حمزة، ولأنها كانت تخاف أن يؤاخذها على ذلك. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للنساء وهي بينهن: تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن. وهنا لم تملك هند نفسها أن قالت: إنها كانت تحس بأن زوجها أبا سفيان بخيل، وكانت تأخذ من ماله ما تحتاج إليه. وهنا عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لهند بنت عتبة. أجابت: أنا هند بنت عتبة، فاعف عما سلف عفى الله عنك. واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في المبايعة قائلا: ولا تزنين. وسارعت هند بتعليقها الرائع تقول: وهل تزني الحرة؟
وواصل الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعته قائلا: ولا تقتلن أولادكن. فعلقت هند بقولها: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا، فأنت وهم أعلم. وهنا ضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبالغ في الضحك. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فقالت هند: والله إن إتيان البهتان لقبيح. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تعصينني في معروف. فعلقت هند بقولها: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف. وهنا تتجلى شخصيتها القوية في الإسلام، وهي تسائل وتحاور وتستفهم وتراجع، ويتجلى صدقها حين عادت إلى بيتها بعد أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت في ركن من البيت صنما كأنها لم تلحظه منذ حين، فأقبلت عليه مغيظة محنقة كأن لها عنده ثأرة، وتناولت قدومه وجعلت تحطمه قطعة قطعة وهي تخاطبه بقولها: كنا منك في غرور، كنا منك في غرور. لقد علمها الإسلام أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. ولقد حاولت التكفير عما فعلت في جاهليتها، فأسهمت في الجهاد مع المسلمين، وقد اشتركت مع زوجها أبي سفيان في غزوة اليرموك المشهورة، وأبلت بلاء حسنا. وأعود فأذكر فأذكر للقارئ الكريم تلك الصورة التي تصورها وهي تقف بين عهدين، والتي ذكرها ابن سعد في طبقاته حيث قال: لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة ونساء معها، وأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح، فبايعنه. فتكلمت هند فقالت: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه لتنفعني رحمك. يا محمد، إن امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله. ثم كشفت عن نقابها وقالت: أنا هند بنت عتبة. فقال: مرحبا بك. فقالت: والله ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من خبائك، ولقد أصبحت وما على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة، وقرأ عليهن وبايعهن. فقالت هند من بينهن: يا رسول الله، مماسحك. فقال: إني لا أصافح النساء، إن قولي لمئة امرأة مثل قولي لامرأة واحدة. أخرجه مالك والترمذي والنسائي. انتهى الهامش. وتقود هند النسوة المسلمات لصد هجوم الروم يوم اليرموك بأعمدة الخيام، بعد أن ذاقت حلاوة الإيمان والإسلام. وتعيش هند حتى السنة الرابعة للهجرة، وعندئذ تلحق بربها رحمها الله وعفى عنها. 4. أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. محدثة فاضلة ومجاهدة جليلة، كانت من ذوات العقل والدين والخطابة، حتى لقبوها بخطيبة النساء ووافدة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت عم معاذ بن جبل، وكانت تكنى أم سلمة الأنصارية. أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك،
إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومقضي شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا في الجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا لكم أولادكم، أفلا نشارككم في هذا الأجر؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم بمقالة امرأة قط أحسن من مسائلها في أمر دينها من هذه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال: افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. هامش: حسن تبعل المرأة لزوجها قيامها بواجب الزوجية، أشار إليه ابن الأثير في مادة بعل بقوله: ومنه حديث أسماء الأشهلية: إذا أحسنتن تبعل أزواجكن، إلى آخره. فانصرفت وهي تهلل. هامش: عادت توصي هذه القصة لأسماء بنت عبيد الله الأنصارية، وجعل ابن مندة وأبو نعيم هذه القصة لأسماء بنت يزيد الأشهلية، وقال: إنها غير أسماء بنت يزيد بن السكن. وأما ابن عبد البر فجعل أسماء بنت يزيد بن السكن هي الأشهلية، وهي رسول النساء، ووافقه أبو نعيم. وأنكر علي بن مندة، وجعل أحمد بن حنبل أسماء بنت يزيد بن السكن هي الأشهلية. لمزيد من التفاصيل يرجع إلى الاستيعاب لابن عبد البر، الإصابة لابن حجر، أسد الغابة لابن الأثير، سير النبلاء للذهبي. انتهى الهامش. روت عن النبي 81 حديثا، وروى لها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومهاجر بن أبي مسلم وشهر بن حوشب، وشهدت أسماء بنت يزيد اليرموك، وقتلت يومئذ 9 من الروم بعمود خبائها، وشهدت الفتح. 5 حواء بنت يزيد بن السكن الأنصارية زوجة قيس ابن الخطيم، نموذج رائع من نماذج الإيمان بالله ورسوله والتضحية في سبيلها. أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، فحسن إسلامها، ووافى زوجها قيس بن الخطيم الشاعر ذا المجاز، فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام، فقال قيس: ما أحسن ما تدعو إليه، وإن الذي تدعو إليه لحسن، ولكن الحرب شغلتني عن هذا الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا يزيد، إن صاحبتك حواء قد بلغني أنك تسيء صحبتها، قد فارقت دينك، فاتق الله واحفظني فيها ولا تعرض لها. قال: نعمة وكرامة، أفعل ما أحببت، لا أعرض لها إلا بخير. ثم قدم قيس المدينة فقال: يا حواء، لقيت صاحبك محمدا فسألني أن أحفظك فيه، وأنا والله واف له بما أعطيته، فعليت بشأنك، فوالله لا ينالك مني أذى أبدا.
فأظهرت حواء ما كانت تخفي من الإسلام، فلا يعرض لها قيس بن الخطيم، فيكلم في ذلك ويقال له: يا أبا يزيد، امرأتك تتبع دين محمد. فيقول قيس: قد جعلت لمحمد ألا أسوءها وأحفظه فيها. هامش لمزيد من التفاصيل: طبقات ابن سعد، الاستيعاب لابن عبد البر، الإصابة لابن حجر، أسد الغابة لابن الأثير. 6. أم رعلة القشيرية. لها حديث أورده المستغفري من طريق، وأبو موسى من طريق آخر، عن ابن عباس أن امرأة يقال لها أم رعلة القشيرية وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة ذات لسان وفصاحة، فقالت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إنا ذوات الخدور ومحل أزر البعول ومربيات الأولاد، ولا حظ لنا في الجيش، فعلمنا شيئا يقربنا إلى الله عز وجل. فقال: عليكن بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، وغض البصر وخفض الصوت. وفيه قالت: يا رسول الله، إني مقينة أقين النساء وأزينهن. مقينة مزينة للنساء، وأزينهن لأزواجهن، فهل هو حوب فأثبط عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم رعلة، قينيهن وزينيهن إذا كسدن. هامش حوب الإثم، وقد جاء في التنزيل إنه كان حوبا كبيرا، يقال ثبته عن الشيء، عوقه وبطأ به، ومنه في التنزيل العزيز: ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم. انتهى الهامش. لقد غابت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلت في أيام الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فحزنت عليه حزنا شديدا، وأخذت بالحسن والحسين تطوف بهما أزقة المدينة وهي تبكي بكاء مرا ترثيه برثاء مؤلم منه: يا دار فاطمة المعمور ساحتها، هيجت لي حزنا حييت من داري. فهاجت المدينة مأتمة، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وأهلها يبكون. وفي قصتها دروس وعظات بالغات، إنها تبدأ بتحية الإسلام، وتحدد دور النساء ذوات الخدور محل أزر البعول ومربيات الأولاد، لكنها تأسى لعدم اشتراكها في الجيش، وتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمها ما يعوضها عن هذه المنزلة التي يحظى بها الرجال ويقربها إلى الله عز وجل. وخير ما يقربهن إلى الله ذكره آناء الليل وأطراف النهار، وغض البصر وخفض الصوت. ونجد في قصتها وفاء وانتماء وولاء للبيت النبوي، أليست نموذجا للنساء الخيرات؟